صباح مليء بالمحبة والتفاؤل من خلال نطل عليكم مشاهدين ومشاهدي قناة الرشيد الفضائية. نبدأ مشوارنا الصباحي بيوم جديد حنرافقكم على مدار 3 ساعات من الوقت. دائما نتمنى تكون رفقتنا ممتعة مفيدة بفقراتنا اللي حنقدمها لهذا اليوم، وهو اليوم خميس. نتمنى نهاية أسبوع سعيدة لكل مشاهدينا، وأيضا للي حابين أن يتواصلون معنا يمكنكم التواصل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، وأيضا من خلال الإيميل البرنامج. إذن في حلقة هذا اليوم حنتابع الرياضة الصباحية مع شمم وفقرة فتنس، ونلتقي مع الدكتورة رواء الجنابي وحديث عن تأخر الحمل وأسبابه. وفي تاتش نلتقي مع فرح فاضل وحديث عن علاج المسام المفتوحة. وتنتقل في كاميرا يوم جديد إلى نيويورك ومعرض فني يضم عشرات الأعمال الفنية العالمية. كما نلتقي مع جنان فيكتور وتوقعات الأبراج في فقرة زودياك. بالإضافة إلى فقراتنا الأخرى وهي حالة الطقس وحركة المرور في شوارع بغداد، وأيضا حركة الطائرات من خلال الخطوط الجوية العراقية، بالإضافة إلى كتبة بغداد وفن في فن. أما الآن حنكون مع حالة الطقس حتى نتعرف على درجات الحرارة، وأيضا هل هناك مفاجآت سارة أم الحال حيستمر على ما هو عليه، أم درجات الحرارة في ارتفاع مستمر. هذا حنعرفه من خلال علي. صباح الخير، ونقول إن شاء الله أكو أمل تكون درجات الحرارة معتدلة أم هي في ارتفاع؟ صباح الخير زهراء. كان بدي أنه أبشرش أنه حالة الطقس معتدلة، لكن أكيد هيئة الإرصاد الجوي والأنواء الجوية أكدت أنه هناك حالة عدم استقرار جوي في العراق خصوصا، وأكيد المنخفض الجوي الموسمي الحراري اللي أثر بشكل كبير على المحافظات العراقية. لذلك نشاهد هناك تصاعد غبار في أغلب المناطق العراقية، وخصوصا يوم غد من المتوقع أن تكون هناك موجة كبيرة من الغبار عواصف الترابية. بداية نبدأ من الحدث الأبرز وهو الفيضانات والسيول التاريخية اللي اجتاحت العدد من العواصم الأوروبية والمناطق في دول أوروبا. هذه الصور هي من رومانيا وبالتحديد في قرية بوهايني اللي تأثرت بشكل كبير نتيجة للأمطار الغزيرة اللي أثرت بشكل كبير على نهر الدانوب بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب وأثر على المناطق القريبة من هذا النهر. شاهد هناك عملية لإجلاء العديد من العوائل، وأيضا قام الكثير من سكان هذه المنطقة بملء الأكياس الترابية حفاظا على أو صدا للسيول والمياه اللي اجتاحت عدد من القرى في بوهايني. مستمرين في جولتنا في حالة الطقس ونتعرف على درجات الحرارة المسجلة لهذا اليوم في المحافظات العراقية. بداية من المحافظات الشمالية، دهوك نشاهد بارتفاع بدرجات الحرارة 41 درجة، أربيل 36 والسليمانية 37، نينوى 41 وكركوك 41، أما تكريت
36 وجو صحو في أغلب المحافظات الشمالية. إلى غرب العراق الأنبار أيضا تشهد ارتفاع بدرجات الحرارة 40 والرطبة 36، في الوسط بغداد 41 وديالة 43، كربلاء 41 وجو مشمس ومن المتوقع تصاعد غبار في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق. في بابل 42، واسط أيضا 42، النجف 41 مع جو مشمس، ديوانية 43، وذي قار والعمارة تكون 43 درجة. أما في السماوة تكون 41، وأخيرا البصرة اللي لاحظ فيها ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة تكون 44 درجة مئوية. من المحافظات العراقية إلى العواصم العربية، وبداية من الخليج العربي مكة المكرمة 44 والمدينة المنورة 39، أما في مسقط تكون 40 وغيوم متفرقة في المنطقة هناك، دبي 40 والدوحة 41، صنعاء 30 درجة وغيوم متفرقة. أما في المنامة 38، كويت 38، وإلى عمان لاحظ بها 30 درجة ومستقرة على درجة 30، دمشق 34 ارتفاع بدرجة الحرارة، وبيروت 29 مع جو غائم جزئي. القاهرة 34 وأيضا وجود غيوم متفرقة، طرابلس في نلاحظ بها ارتفاع درجات الحرارة 36، أما تونس 25 وجو غائم، الجزائر 19 وأيضا جو غائم المتوقع هطول أمطار، الرباط مشمسة و 22 درجة. أما أخيرا نواكشوط اللي تكون بها درجة حرارة 39 وجو معتدل فيها. من العواصم العربية ننتقل للعواصم العالمية، وبداية من لندن 17 درجة وجو غائم جزئي، مدريد 19 وروما 21 وجو غائم، أما باريس اللي لاحظ بها 17 درجة وأيضا غيوم متفرقة ومن المتوقع تساقط أمطار في بعض المناطق منها، أثينا 29 وأنقرة 27 وجو غائم جزئي، موسكو انخفاض بسيط بدرجات حرارة 15 وهطول أمطار، وطهران 27 أما كابول 32، وإسلام أباد اللي مرتفعة بها درجة الحرارة 42، نيودلهي مرتفعة درجة واحدة قياسا بالأيام السابقة تكون 46 درجة، أما بكين اللي منخفضة بها درجة الحرارة قياسا بالأيام السابقة تكون 30 درجة وجو غائم جزئي في المنطقة هناك، طوكيو 26 وأيضا جو غائم جزئي، أما سيول مستقرة على 29 درجة مئوية. ومن العواصم العالمية نرجع إلى بغداد وحالة الطقس فيها، موعد غروب وشروق الشمس، حيكون موعد غروب الشمس في تمام الساعة 7:12 وشروق الشمس اليوم غد بإذن الله في تمام الساعة 4:53. أما سرعة الرياح المسجلة لهذا اليوم في بغداد ستكون سرعة الرياح 9 كيلومتر في الساعة، واتجاه الرياح يكون 2.1 ويكون الاتجاه شمالي، أما مستوى الرياح يكون 6 كيلومتر، وأكيد تأثير الغبار على مستوى الرؤية. نسبة الرطوبة أيضا مسجلة 10% ونقطة الندى 3 درجات، الضغط الجوي حيكون 1004، أما حالة القمر 9% يكون تقدم الهلال. أما درجات الحرارة الصغرى والعظمى المسجلة اليوم غدا بعد غد، اليوم العظمى 41 والصغرى 28، غدا 40 والصغرى 26، أما بعد غد 39 والصغرى 28 درجة مئوية. تابعنا معكم النشرة الجوية وأحوال الطقس، أكيد نرجع إلى زهراء لتكملة فقرات برنامج يوم جديد تشجعوا. شكرا علي، من خلال حالة الطقس اللي تعرفنا أو عرفتنا من خلالها بأن درجات الحرارة ترتفع، بالإضافة أنه يوم غد حيشهد تصاعد للغبار، فالله يكون بالعون. مع هذا احنا نظل نحاول بأن نستغل الأوقات بشكل إيجابي، ما نبحث حتى لو كان هو الجو يشهد تصاعد للغبار، أتهدين احنا في صيفنا، وإن شاء الله تكون الأيام القادمة أفضل. نستمرين وياكم وفكرتنا اليوم، وصلنا إلى بغداد الآن.
متواصلين وياكم مشاهدينا وبغداد الآن، وينضم معنا عبر الهاتف من إعلام مديرية المرور العامة العميد عمار. صباح الخير. صباح الخير صباح الخير على جميع مشاهدينا. صباح الخير عليك وعلى كل منتسبي مديرية المرور العامة. حابين نتعرف على حركة المرور في شوارع بغداد. اليوم هو خميس وشهدنا أو اعتادنا بالأسابيع الماضية بأن يوم الخميس يشهد زخم مروري. اليوم الحال هو على كما هو عليك بالأسابيع الماضية أم اليوم أفضل أو شوارع بغداد ما شهدت أي زخم أو قد يكون هو بالمعتاد؟ نعم الرحمن الرحيم، أكيد هو اليوم الخميس، إحنا دائما حتى التيار الزخم الشديد والطلبة نلاحظ اليوم الخميس يكون حالة السير أخف بقليل من باقي الأيام. نعم. اليوم الخميس نعم حركة السير فقط بالمركز عند الكثافة موجودة وأقل نسبيا من كل يوم، يعني تم تأشيرة هذه خطوات ما عندنا الحمد لله نهائيا، يعني ما مشر عندنا أي خطوات، لكن عندنا زخم على طريق المرور السريع محمد القاسم واصل الى ملعب الشعب تقريبا. نعم. يعني اخوان السيطره الشرعيه اكيد هم الله يبارك فيهم بجهود تصفيه المركبات، لكن الزخم هذا مؤشر. ايضا عندنا زخم من منطقه الشعب يعني القاهره الصليخ باتجاه جامع النداء. نعم. هذا الزخم موجود، هو زخم ضمن تقاطع جامع النداء، هذا مؤشر دائما ما يكون هناك زخم. حادث معلش صار على المجسر، مجسر الشعب قرب الاسواق المركزيه، رجال المرور موجودين وحادث في اصابات قبل سيطره الشعب. نتمنى السلامة من هذه المنطقة، نتمنى لهم السلامة أكيد يعني. نعم. والإجراءات متخذة. جانب الشرق فقط حاليا حالات الزخم اللي موجودة ضمن المركز اللي أقصد به الصالحية. نعم. ما بين جسر الجمهورية وفندق رشيد، شارع مطار المثنى، المنطقة القريبة من تحت الفارس العربي ومدخل الحرفية لا زالت تشهد كثافة لحد الآن. باقي المناطق اللي يكون فيها تحسن في حركة السير، أما الرصافة لا زالت انه خلان بها زخم، التحريم بها زخم، لكن اكيد نسبيا اقل من كل يوم. الحمد لله. يعني الاخوان السائقين الكرام اكيد يعني مع التوجيهات اللي صدرت اخيرا وتصفيه المركبات والمالك او الحائز او الوكيل يجب ان يقود المركبه، فهذه الايام راح تشهد تكثيف بتشكيل المفارز المروريه ضمن الكرف والرصاف وعلى جميع المخالفات، يعني مو فقط على هذه المخالفات، على جميع المخالفات اللي نرجوه السلامة أولا للمواطنين والسائقين. نعم. وثانيا الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور. هذا اللي نتمنى فعلا. العميد عمار لو سمحت ملاحظات بسيطة، يعني احنا نتمنى من خلال دوركم الفعال اللي تقومون به من أجل سلامة المواطنين، حابين أيضا نفعل أكثر الوعي المروري لدى السائقين حتى يكون التزام أكثر. احنا في 2013 بحاجة بأن نواكب دول العالم الأخرى بالتزامهم بالأنظمة والقوانين المرورية، فياريت يعني من عندكم تكون هناك قد تكون لجان أو برامج مكثفة من أجل تسليط الضوء على هذا الجانب. هو أكيد زهرة، يعني احنا تعلمين يعني من خلالكم الموقف المروري إذا عدنا تعليمات بشبكة الإعلام العراقي، البرامج مستمرة يوميا مع برنامج أسبوعي، قناة السلام، قنوات كثيرة عندنا نشاط بها ونحضر دائما، نحاول جهد المكان بس الوعي المروري، لكن يبقى الدور الأساسي على السائق الكريم وحب للنظام والتزام بالنظام. لا يمكن في كل الأحوال أنه يقام نظام مروري متطور بمسك العصا، هذا لا يمكن أن يتم، يجب أن يكون التزام طوعي، ولذلك رجل المرور يحاسب على المخالفة اللي يكون مخالف، ما نقصد بهذه المخالفة، لكن أكيد النظام يأتي من خلال تعاون المواطن مع الأجهزة الرقابية وهو جهاز المرور فيما يخص حركة السير. هذا اللي نتمنى من خلال البرامج ومن خلال كل القنوات اللي تهتم ببث الوعي المروري، نتمنى بأن السائق يكون على درجة عالية من الوعي، لأن هذا الشوارع بتكون هي منظمة بالسير حتعكس واجهة البلد بأن هم بلد ملتزم وأيضا يحترم القانون، هذا الشيء نسعى من خلال لبث هذا الوعي. شكرا لكل جهودكم ومباركة أيا كانت في أي وقت. شكرا لك العميد عمار من مديرية إعلام أو من إعلام مديرية المرور العامة. ومن بغداد الآن وحركة الشوارع في بغداد كيف كانت لهذا اليوم، حنكون الآن مع حركة الطائرات وأيضا ما بين الإقلاع وما بين الطائرات القادمة.
مشاهدينا الأحبة مستمرين وياكم، وينضم معنا عبر الهاتف من إعلام الخطوط الجوية العراقية الأستاذ صلاح دايه. صباح الخير عليك. صباح الخير زهراء، صباح الخير إليك للرشيد، العاملين بالرشيد ولمشاهدي الرشيد. صباح الخير والأنوار عليكم، وشكرا جزيلا لهذا الاستمرارية بالتفاعل، ومن أجل أن يكون المواطن على دراية ومعرفة بكل ما يحدث تحديدا من خطوط الجوية العراقية. ويريت تعرفنا على أوقات الطائرة أو حركة الطائرات ما بين المغادرة والقادمة. بكل شروط الزهراء، احنا بخدمة الإعلام الحر والفضائية الدرجية، فضائية العائلة العراقية، وإن شاء الله تقدم الازدهار للفضائية والعاملين الفضائية. شكرا جزيلا. ستي العزيزة، أنا أعتذر إذا رجعت الصوت لأناني على مسألة الطائرات، ما أعرف صوتي وصلكم. لا لا، واضح واضح جدا واضح. ست زهراء، الرحلة الأولى انطلقت الساعة 6 صباحا من مطار بغداد الدولي باتجاه مطار النجف الأشرف الدولي، ومنها مباشرة إلى طهران. في السابعة والنصف أيضا غادرتنا رحلة من بغداد إلى دبي، وعند التاسعة والنصف بعد قليل إن شاء الله ستغادرنا رحلة من بغداد باتجاه اسطنبول. في الساعة 10:15 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى بيروت، ومنتصف النهار لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى عمان. في 1:15 من بعد الظهر لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه مالمو في السويد، ومنها مباشرة إلى لندن. في 3:30 عصرا لدينا رحلة مغادرة من بغداد باتجاه القاهرة، وعند 5:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى أربيل، ومنها مباشرة إلى السليمانية. نعم. 7:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى الهند وبالتحديد دلهي، وعند 9:30 لدينا رحلة مغادرة من بغداد إلى المنامة في البحرين. بالنسبة للرحلات القادمة إلى مطار بغداد الدولي، هذا اليوم في الساعة 8:30 صباحا هبطت بسلام رحلة قادمة من دبي إلى بغداد، وعند 10:15 ننتظر رحلة قادمة من اسطنبول إلى بغداد. في 11 صباحا لدينا رحلة قادمة من عمان إلى بغداد، وعند الساعة 2:00 من بعد الظهر لدينا رحلة قادمة من بيروت إلى بغداد. 6:30 مساء لدينا رحلة قادمة من القاهرة إلى بغداد، وعند الساعة 9:30 لدينا رحلة قادمة من طهران إلى مطار النجف الأشرف الدولي، ومنها إلى بغداد، وعند الساعة 11:00 مساء لدينا رحلة قادمة من البحرين إلى بغداد. في 3:00 لدينا رحلة قادمة من دلهي من الهند إلى بغداد مباشرة، والسادسة من صباح يوم غد بإذن الله لدينا رحلة قادمة من لندن إلى بغداد مباشرة. أكيد الزهراء، نحن وياكم نتمنى للإخوة المسافرين المغادرين والقادمين على متن طائرات شركة الخطوط العراقية السعادة وسلامة الوصول. هذا دائما تمنينا السعادة وسلامة الوصول لجميع المسافرين، والشكر الجزيل لك أستاذ صلاح تايه من إعلام الخطوط الجوية العراقية. مستمرين وياكم مشاهدينا، وانضم معي في الاستوديو سرمد البياتي. صباح الخير سرمد. صباح الخير زهراء، وهذه اجمل تحيه صباحيه لكل من يتابعنا بهذا الصباح. نتمنى لكم وقت طيب تقضوه مع باقي مواد فقراتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد. انا اشوف انه الكادر متهيئ انه يمارس الرياضه الصباحيه بشكل يومي. طبعا المشاهدين ايضا، هذه الفقره حازت على اعجاب الناس لما تقدمه من رياضة صباحية بحركات متناسقة ورشيقة، خلت تواصل مع الناس في أن يتابعون هذه الفقرة بشكل يومي، وكادرنا أيضا الآن متهيئ في أن يمارس الرياضة الصباحية. يعني شيء جميل، يمكن للمشاهدين هم بعيدين ما يقدرون يشوفون كيف بأن الكادر هو يكون متحمس من تبدأ هذه الفقرة، حيبدون هم يكونون في حالات استعداد حتى يمارسون هذه التمارين عفوا اللي تفيدهم. يعني معروف احنا في كل يوم قد يكون هو تمرين مخصص إلى جزء معين من الجسم، نشد العضلات، كانت الساق أو كانت لليد أو كانت للبطن أو الظهر أو حتى الرقبة، كلها تكون مخصصة من أجل بأن المشاهدين يكونون ايضا على تفاعل اكثر، ويبدون يوم بعد يوم يجربوها بشكل بسيط لحد ما يعتادون عليها. احيانا يكون ما عندهم خبره او درايه
او حتى احيانا ممكن يكون كسل، فانه كيف يمارس الحركات الرياضيه بشكل صحيح. لكن شمم في فقره فتنس الان راح تعلمنا كيف ان نمارس الرياضه الصباحيه بالطريقه الصحيحه، فلنتابع. صباح الخير، اليوم رح نشتغل على القسم العلوي من جسمنا، رح نشتغل على الكتاف، ايدين، المعدة، رح نستعمل الأوزان والستاب والمطلع. نبلش. اوكي، نتنفس اكيد. رح نفتح ايدينا قد ما فينا، كفنا مفتوح، صبيعنا لفوق، ايد مشدودة. رح نبرم ايدينا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لورا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، هالمرة طبعنا لتحت، مرة لفوق، مرة لتحت، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، رح نبرم ايدينا قد ما فينا ونشدهم شوي لورا، نشد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي، رح ننزل شوي لتحت، صبعنا على الارض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، لورا شد شوي. اوكي، نريح. رح نستعمل الأوزان، نبلش يمين لفوق، يسار، ايد مشدودة، كتافنا مشدود، شدين معدتنا، عم نتنفس اكيد. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي، على طرف 1 2 3 4 5 7 8 9 10. اوكي، راح نوسع شوي، نتني ركبنا، راح ننزل بالويت لتحت ومنعلي، نشدهم لفوق عند صدرنا 2 3 4 5 7 8 9 10. اوكي، هالمرة منعلي ونفتح ايدينا فوق 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سكر شوي، ركب 100، 1 2 3 4 5 7 8 9 10. اوكي، رح نستعمل ستيب،
يكون ظهرنا على السطح، ايدينا لفوق، رح نوسع، نفتح ايدينا قد ما فينا، نفتح صدرنا، نرجع نسكرهم فوق، نبرم ايدينا فوق. 10. اوكي، هالمره ننزل اليمين قدام يسار لورا، 2 3 4 5 6 7 8 9. اوكي، الظهر مش لازم يكون عالي من هون، لازم ننزل ظهرنا على السطح، نكون عم نشد معدتنا وبطننا بنفس الوقت. اوكي، بشكل بالتناوب، مرة ايد اليمين مرة ايد اليسار، عم نشد على صدرنا. اوكي، اهم شيء ضل ظهرك على السطح ما يعلى. اوكي، نريح. رح نريح شوي. اوكي، الركاب متنية بزاوية قائمة، رح نعلي. وان، عم شغل معدتنا، نفضي نفس بس نطلع لفوق. 4 5 7 8 9 10. بعد كمان 2 3 4. أهم الشيء الركب تكون متنية. أوكي، ما تشدي على رقبتك، خلي رقبتك مرتاحة، طلعي لفوق لحد ايديكي مفتوحين. اوكي، منريح شوي. مرة تانية متنيين، رح نعلي مرة يمين مرة يسار. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مريح. رح نرجع نستعمل الأوزان. اوكي، هالمرة رح يكون عكسنا، من التنين عكسنا، زاوية قائمة، ما رح ينزل أكثر من الكتف، على مستوى الكتف. هنعلي 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد كمان 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. رح نرجع نتني، هالمرة منعلي، نفرد
حبيت اليمين لورا منعلي يسار في فور فايف سيكس سيفن نبرمهم فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرة يمين مرة يسار 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ركبت اليمين نشد على صدرنا نعلي اليسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نبدل مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نرجع نريح اوكي نعلي الاثنين لفوق مره يمين مره يسار 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 نريح ناخذ نفس نعمل ستريتشينج
ستريتشنج للكتاف قد ما فينا، منشد على الطرف ونحس الشد بكتافنا. ثاني طرف ستريتشنج للصدر، نفتح ايدينا لورا قد ما فينا. هيك فقرتنا لليوم بتكون خلصت، شوفكم بكرة، يعطيكم العافية. مشاهدينا، بعد ما تابعنا فقرة فتنس مع شمم، نتمنى أنه استفادتم من هذه الفقرة الصباحية الرياضية. الآن راح ننتقل إلى فقرة أخرى، هي فقرة كتبة بغداد مع رويدة. سرمد، أهلا بكم مشاهدينا، وجولة جديدة في كتبة بغداد نطالع بها أهم الصحف المحلية لهذا اليوم، نبدأها بأولاها وهي الصباحة. هناك طبع في صفحتها الأولى عنوان كتب بالخط الأحمر العريض: العراق والكويت يطويان صفحة الماضي. وقع العراق والكويت 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وشملت الجوانب الاقتصادية والتجارية والثقافية والبيئية والدبلوماسية والنقلة. وفي حين أكد رئيس الوزراء نور المالكي انتقال علاقة العراق مع الكويت إلى مرحلة جديدة، كشفت مصادر مطلعة عن توجه بغداد مطلع الأسبوع المقبل إلى نيويورك لوضع الترتيبات النهائية لخروج البلاد من طائلة الفصل السابع نهاية الشهر الجاري بعد موافقة الكويت وضمان تصويت روسيا على ذلك. وقال بيان لرئاسة الوزراء تلقت الصباح نسخة منها أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء نور المالكي عقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أكد خلاله انتقال العلاقة بين العراق والكويت إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع أعقبه اجتماع مشترك بحضور أعضاء الوفدين العراقي والكويتي. وأشار البيان إلى أن المالكي قال في كلمة افتتح بها جلسة الاجتماع المشترك إن العراق لن يكتفي بتجاوز الأزمات، وإنما سيفتتح مع الكويت عهدا جديدا في التعاون وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الاستثمار والطاقة والنقل والبيئة، داعيا رجال الأعمال والقطاع الخاص الكويتي للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة المتوفرة في العراق. وعقد مؤتمر مشترك لرجال الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون بهذا المجال. ومن جانبه أكد الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح فتح مرحلة جديدة في العلاقات العراقية الكويتية. أيضا مشاهدينا في الصباح هناك عنوان آخر يقول: بغداد تعلن أنها غير مسؤولة عن أي متطوع يشارك بالنزاع في سوريا. أكد العراق للجانب الأمريكي نفيه أي مشاركات حكومية أو رسمية عسكرية أو قتالية في النزاع الدائري في سوريا، مؤكدا أنه غير مسؤول عن مشاركة أي متطوعين عراقيين بهذا الصراع. جاء ذلك خلال لقاءين أجراهما مستشار وزارة الخارجية الأمريكية بريت ماجريك مع رئيس البرلمان أسامة نجيفي ووزير الخارجية هوشير زيباري على التوالي. وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان تلقت الصباح نسخة من أمس الأربعاء. ومن جانبه أكد وزير الخارجية هوشير زيباري خلال لقائه ماجريك أن العراق ليس طرفا في الصراع الدائري في سوريا ولا يؤيد مشاركة أي متطوعين عراقيين بهذا النزاع. وقال بيان للوزارة تلقت الصباح نسخة من أمس الأربعاء أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية الأمريكية والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. هذا كل ما جاء في الصباح مشاهدينا، ننتقل إلى صحيفة الزمان ونطالع في صفحتها الأولى عنوان كتب بالخط الأسود العريض: الصباح الصباح يقول العراق إلى الفصل السادس.
وصف مراقبون مسار العلاقات الكويتية العراقية بعد نيسان 2003 زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الصباح إلى بغداد أمس بأنها ستنقل العراق من الفصل السابع حيث العقوبات الدولية السارية عليه إلى الفصل السادس حيث مبدأ الاتفاقات الثنائية والتفاهمات بين البلدين. وكان العراق والكويت قد اتفقا على إرسال رسائل إلى مجلس الأمن لإبلاغه بإنهاء جميع الملفات العالقة وإخراج العراق من البند السابع، فيما أكد النائب عن دولة القانون عباس البياتي أن خطوة مجلس الأمن المقبلة هي إعلان خروج العراق من طائلة البند السابع والتأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين البلدين. وأكد البياتي للزمان أمس أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر الصباح على رأس وفد وزاري رفيع المستوى أسفرت عن إنهاء الملفات العالقة بين البلدين واتفاق الجانبين على إرسال رسائل إلى مجلس الأمن وأعلمه بأن العراق أنهى التزاماته وليس هناك مبرر لبقائه تحت طائلة البند السابع. وأيضا في الزمان مشاهدين النفط، الرقابة الدولية تعوق تصدير الخام إلى مصر. أكدت وزارة النفط أن إنتاج العراق من النفط وإيراداته خاضعة للرقابة الدولية مما أدى إلى عرقلة التعاون مع مصر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد للزمان أمس إن إنتاج النفط وإيراداته خاضع لإشراف الرقابة الدولية ضمن أعضاء الشفافية العالمية، وأضاف أن شروط الرقابة الدولية تعطي ضمانة مصرفية عالمية، الأمر الذي أدى إلى تزويد مصر بالنفط الخام. وعند تحقيق الدول المستوردة لتلك الشروط فإن العراق يرحب بالتعاون العربي مع الجميع. أما في صحيفة المشرق مشاهدين، هناك عنوان يتصدر أولى صفحاتها، علي العلاق يقول للمشرق لا اتفاقات سرية مخالفة للدستور مع أربيل. أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق أن اللقاء بين رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني كان لقاء مسؤولا يتعلق ببناء المؤسسات العراقية وفق إطار الدستور وأيضا لتصحيح العلاقة بين الإقليم والمركز. ونفى النائب في حديثه للمشرق وجود أي اتفاقات سرية مخالفة للدستور العراقي، مؤكدا أن هذه المباحثات كانت حول قضايا ومشاكل عالقة ومعروفة للجميع، وبالتالي طرحت هذه المواضيع وشكلت لها لجان لمعالجتها. أضاف العلاقة أن هذه المباحثات لا تستهدف مكونا ضد آخر ولا يوجد فيها اتفاق لمصلحة محافظة على حساب محافظة أخرى، وإنما هي مفاوضات شفافة وواضحة أعلنها الإعلام ولم يخفي شيئا منها. وفي المشرق أيضا مشاهدينا، توقيع مذكرات تفاهم عراقية كويتية في الاقتصاد والنقل والتخطيط. وقع العراق مع الجانب الكويتي أمس الأربعاء مذكرات تفاهم تخص الاقتصاد والنقل والتخطيط. ووقع رئيس الوزراء نور المالكي مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح تخص الاقتصاد، فيما وقع وزير النقل هادي العامري مع نظيره وزير النقل الكويتي مذكرة تفاهم تخص النقل، فيما وقع وزير التخطيط علي يوسف الشكري مع نظيره الكويتي مذكرة تفاهم تخص التخطيط. من جانبه أعلن وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، توجه مندوب البلدين في الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لعرض ملف العراق للخروج من البند السابع. هذا ما جاء في المشرق. نذهب إلى الزوراء مشاهدينا لنطالع في صفحتها الأولى، مرشح المجلس الأعلى يتسلم منصب محافظة البصرة. صوت مجلس محافظة البصرة الثلاثاء بالإجماع على منح منصب محافظ البصرة لماجد أن الانصراوي من ائتلاف البصرة، أولا عن ائتلاف المواطن، ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى خلف عبد الصمد خلف. وذكر مصدر مطلع من داخل الجلسة أمس أنه تم التصويت على منح منصب محافظ البصرة إلى عضو ائتلاف المواطن ماجد الانصيراوي، ومنصب رئيس مجلس المحافظة إلى عضو ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، حيث حصل كل منهما على 28 صوتا. وأضاف كما صوت المجلس أمس على منح منصب النائب الأول للمحافظ لعضو كتلة الأحرار محمد طاهر، ومنح منصب النائب الثاني للمحافظ إلى عضو كتلة الفضيلة ضرغام عارف. الكويت تقول أبلغنا مجلس الأمن إيفاء العراق بالتزاماته ليخرجه من السابع.
عاد الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي مساء أمس إلى بلاده قادما من بغداد بعد زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا بدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي. وأعلنت الكويت أمس موافقتها على نقل العراق من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى السادس بعد أن أبلغنا دول مجلس الأمن الدولي إيفاءه جميع التزاماته. ووقع البلدان بإشراف رئيسي حكومتيهما ست مذكرات تفاهم لتعاون مشترك في مختلف المجالات. وأعلنت الكويت أنها أبلغت دول مجلس الأمن الدولي إيفاء العراق بجميع التزاماته وموافقتها على نقله إلى الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة إلى السادس، فيما وقع البلدان بإشراف رئيسي حكومتيهما نوري المالكي والشيخ جابر المبارك ست مذكرات تفاهم للتعاون المشترك في مختلف المجالات. وكما بحث تسوية الملفات العالقة حول الحدود والتعويضات المفقودين، وحذر من خطر استمرار الأزمة السورية على أمن واستقرار المنطقة برمتها. وعقدت في مقر رئاسة الوزراء في بغداد بعد ظهر أمس المباحثات العراقية الكويتية برئاسة المالكي وجبر الصباح، أكد خلالها انتقال العلاقة بين بلديهما إلى مرحلة جديدة. هذا كل ما جاء في صحيفة الزوراء. مشاهدينا ننتقل إلى الصباح الجديد، وأيضا في صفحتها الأولى هناك عنوان يتصدرها يقول: الشهر الثاني في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وبالخط الأحمر العريض، العراق سيوفر 6 تريليونات دولار وعشرة ملايين وظيفة. أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني عن وجود خطة نفطية ستوفر 6 تريليونات دولار للعراق وتشغل 10 ملايين عراقي عاطل عن العمل. وقال الشهرستاني في كلمة له ألقاها خلال احتفالية إطلاق واستعراض الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة والتي عقدت ببغداد، أن كل هذه الإنجازات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية كان لابد من أن نضع خطة كبيرة تخدم البلاد في كيفية الاستفادة من كمية الغاز المصاحب لاستخراج النفط وغيرها من الأمور النفطية. وأشار إلى أنه بجهود حثيثة تم تطوير هذه الخطة الوطنية والآن هي جاهزة للتنفيذ، ونأمل من الوزارات المعنية أن تنفذ هذه الخطة ضمن المعايير لكي يقفز العراق إلى الأمام، حيث ستوفر هذه الخطة حوالي 6 تريليون دولار للعراق وتعطي 10 أضعاف خلال السنوات المقبلة وتوفر فرص عمل لعشرة ملايين عراقي وتجعل العراق على المستوى العالمي. وفي الصباح الجديد أيضا مشاهدينا، وفد الأنبار يبدأ مفاوضاته مع الحكومة بعد الانتخابات المحلية. أعلن رئيس مجلس إنقاذ الأنبار أمس الأربعاء أن الوفد الذي شكلته المحافظة للتفاوض مع الحكومة عن المحتجين سيبدأ زيارته إلى بغداد بعد انتهاء الانتخابات المحلية في الشهر المقبل، مؤكدا أنه سيحمل معه ذات المطالب التي تم رفعها في ساحات الاحتجاج، في حين شكت مصادر حكومية ضبابية في مواقف المعتصمين وعدم اتفاقهم على ممثل رسمي عنهم للحوار. في وقت كشف مصدر عشائري في محافظة الأنبار غربي العراق عن أن الوفد التفاوضي لا يضم أي شخصية سياسية. وهذه عودة مشاهدينا إلى صحيفة الصباح لنطالع في صفحتها الأخيرة. هناك عنوان يقول: مخطوطات نادرة لفونكر وبيكيت وكونراد في مزاد علني. وفوق هذا العنوان يقدر سعر المجموعة بمليوني دولار. تعرض مخطوطات وبطاقات ورسوم لكتاب كبار من القرن العشرين مثل فونكر وبيكيت وكونراد للبيع في مزاد الأسبوع المقبل في نيويورك وفي تموز في لندن، ما يشكل فرصة نادرة للجامعات والمتاحف لإضافتها إلى مجموعتها. ويقدر سعر المجموعة التي عرضت بعض قطاعها الأسبوع الماضي في باريس بمليوني دولار، وهي تضم بطاقة كتبها ويليام فوكنر عام 1962 إلى 1897 من باريس، ويعتبر فوكنر من أهم الكتاب الأمريكيين في القرن العشرين. أما في الزمان مشاهدينا أيضا في صفحتها الأخيرة، هناك عنوان يقول: الذوقان الفرنسي والجزائري يمتزجان في عرض للأزياء بالجزائر. شارك مصممون فرنسيون وجزائريون في عرض للأزياء بالعاصمة الجزائرية بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال الجزائر عن فرنسا.
عرض أضواء وحرية وحرية بفندق الأوراسي في الجزائر، شارك فيه 9 مصممين جزائريين وفرنسيين اختيروا من بين 35 مرشحا عرضوا مبتكراتهم في مدينة ليون الفرنسية في شهر مارس آذار. ننتقل إلى المشرق مشاهدينا، أيضا هناك عنوان في صفحتها الأخيرة: طبيب ألماني يحذر من حساسية الغبار أثناء العمل. إذا لاحظ الموظف أنه يعاني من السعال والعطس واحمرار العينين أثناء أوقات العمل ولا تطرأ عليه أي من هذه الأعراض خلال العطلة الأسبوعية خارج مكان العمل، يحذر الطبيب الألماني حينئذ من إمكانية رجوع ذلك إلى إصابته بالحساسية المرتبطة بمكان العمل التي غالبا ما يكون الغبار والأتربة العامل الأساس المسبب لها. أن الإصابة بمثل هذه الأعراض لا تتسبب في إزعاج الموظف أثناء تأدية مهام عمله فحسب، إنما تؤثر أيضا في تركيزه. ننتقل أيضا مشاهدينا إلى صحيفة الزوراء وأيضا في صفحتها الأخيرة: نمل يحول ثروة سيدة صينية إلى فتات. عثرت سيدة صينية على مدخراتها التي بلغت 42 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 65 ألف دولار، وقد التهمها النملة وذلك حسب ما جاء على التلفزيون الصيني الرسمي. وكانت السيدة التي تبلغ من العمر 63 عاما والتي لم يتم الكشف عن هويتها قد حصلت على المبلغ المالي في شهر أبريل الماضي من أبنائها، ولكنها لم تقم بإيداعه في مصرف وفضلت أن تضعه في حقيبة بلاستيكية داخل درج خشبي بمنزلها. واحتاجت السيدة لبعض المال لتقوم بتجديدات على ديكورات منزلها، فقامت بفتح الدرج لتفاجأ بأن النملة قد التهم أجزاء كبيرة من العملات الورقية. أما في الصباح الجديد مشاهدينا وفي صفحتها الأخيرة: بيكهام في الطريق إلى هوليوود بمساعدة كروز. يحاول الفنان العالمي توم كروز تقديم يد العون للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام ليصبح نجما سينمائيا في الفترة القادمة بعد إعلانه الاعتزال النهائي لكرة القدم الشهر الماضي حسب ما أكدته بعض المصادر المقربة من بطل سلسلة المهمة المستحيلة. عودة بيكهام إلى أوروبا لم تكن نهائية كما يبدو، فمن الواضح أنه يضع العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نصب عينيه، لكن ليس لناديه القديم لوس أنجلوس جالاكسي إنما نحو هوليوود. وتوم كروز سيساعده كثيرا على اقتحام هذا المجال. وأيضا مشاهدينا هناك عنوان آخر يقول: الجامعة الأمريكية تمنح الدكتوراه لفاتن حمامة. قررت الجامعة الأمريكية في بيروت تكريم الفنانة المصرية فاتن حمامة ومنحها شهادة الدكتوراه الفخرية. قالت الفنانة عن تكريمها: هذا التكريم يعني لي الكثير، فهو منتهى السعادة بالنسبة إلي، فهذه هي أفضل هدية يمكن أن أتلقاها في حياتي. مشاهدينا والآن نتابع كاريكاتير للكاتب أحمد الربيعي، وقبل ذلك أختم معكم حلقتي من كتبة بغداد لهذا اليوم. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. صباحكم من جديد أحبتنا المشاهدين، في فقرة شلون صحتك حنتحدث عن تأخر الحمل وأسبابه، وحديثنا حيكون مع ضيفتنا الدكتورة رواء الجنابي اختصاص أمراض نسائية وتوليد وعقم.
أهلا بكم من جديد. ضمت معنا في الاستوديو ضيفتنا الدكتورة رواء الجنابي، اختصاص أمراض نسائية وتوليد وعقم. صباح السعيد، نورتنا اليوم دكتورة. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتورة. دكتورة اليوم حنتحدث عن مشكلة قد يعانون وتعاني منها الزوجات وتير كثير من المشاكل والمخاوف بسبب تأخر الحمل. فنتحدث عن تأخر الحمل، وإذا كانت هناك أسباب فما هي؟ أسباب تأخر الحمل كثيرة، تتألق بالزوجة والزوج معا. طبعا الزوج والزوج يعني يزوجون رأسا، تريد يعني الزوجة بأول شهر تكون تصير حامل، ما كهيتش يعني أنه أول شهر أو ثاني شهر. يعني هي نسبة الإخصاب، يعني نسبة الحمل بالشهر بالنسبة للمرأة تكون 15-20%، يعني هاي طبيعية النسبة بالشهر الواحد. فيعني هي تريد أول ما تتزوج تريد ذاك الشهر تكون حامل. أنا كثير من النساء يعني في عيادتي الخاصة يعني يجون أنه خايفين مدى يحبلون، أسألهم بشكل صار لكم متزوجين، يجاوبوني أنه صار شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني حتى مرات 5-6 أشهر، كله طبيعي. اعتيادي ما يصير حمل يعني 5-6 أشهر، ننتظر إلى حد السنة. يعني إحنا طبيعيا بدون أي حالة مرضية لكل الزوج والزوجة، نسبة الحمل في السنة الأولى تشوفين أنه 85% من الزيجات يحبلون بالسنة الأولى. بس شوية صبر، يعني شوية انتظار، ما يصبرون لأنه أهل الزوجة وأهل الزوج هذه مشكلة حتكون أفيا، هاي مشكلة. وأيضا أصدقائهم ها شلون تبقى هي تقوم، حتى إذا كانت ما مفكرة تقوم هي تفكر أنه ليش ما حبلت، تصير مشكلة عندنا. تصير مشكلة. طبعا هو التفكير بهذا الموضوع ايضا يسوي تاخر حمل. يعني التفكير مجرد انه واحد يفكر بقصه، يفكر بمشكله، يعني انه هاي مشكله صارت ومدى تحبل، هاي بحد ذاته يصير انه تاخر حمل، لان العوامل النفسيه ايضا تؤدي الى تاخر الحمل. كثير عوامل. طيب. تتعلق بالزوج والزوجه. طيب دكتور، احنا يعني حنأتي على تذكرها بشكل تفصيلي، هي هذه العوامل او الاسباب اللي تسبب تاخر الحمل. لكن الان عندنا تقرير لو سمحتي نتابعه مع مشاهدينا، عدى زميلنا ارشد الحاكم عن تاخر الحمل فنتابع. ترجع أسباب تأخر الحمل لعدة أمور، منها ارتفاع عمر الزواج عند النساء، ومن المعروف طبيا إن أعلى معدل للخصوبة عند النساء ما بين 20-30 عاما، بينما تنخفض هذه النسبة بعد سن 35. ومن الأسباب الأخرى عدم القدرة على التبويض أو قصور في الغدد الصماء المسؤولة عن نشاط المبيض، الأمر الذي يمنع وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة بصورة صحيحة، مما يؤخر عملية حدوث الحمل. ولزيادة فرص الحمل هنالك نصائح وخطوات مهمة، منها ضرورة الكشف الطبي المستمر لكل الزوجين، والابتعاد عن التدخين لأنه يسمم الحيوانات المنوية، فضلا عن اتباع نظام غذائي وصحي متكامل، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد. وأخيرا يفضل بممارسة العلاقة الحميمة بشكل يومي بدءا من تاريخ انتهاء الدورة الشهرية. ببرنامج يوم جديد، أرشد الحاكم، قناة الرشيد الفضائية.
تأخر الحمل وأسبابه وحديثنا في فقرة شلون صحتك، وهذه دعوة لكل مشاهدينا اللي حابين يوجهون أسئلتهم واستفساراتهم لضيفتنا الدكتورة رواء الجنابي، اختصاص أمراض نسائية وتوليد وعقم. ممكن المشاركة على أرقام الهواتف اللي تظهر أسفل الشاشة. دكتورة، نعود ونكمل حديثنا وعن العوامل اللي تساعد في تأخر الحمل، ما هي؟ احنا قلنا أول شيء الحالة النفسية، الحالة النفسية مهمة. أمر الزوج يعني ما يأثر على الحمل مثل أمر الزوجة. أمر الزوجة مهم طبعا، إذا كانت بالعشرين إلى الثلاثين نسبة الحمل تكون طبيعية، بعد الخمسة والثلاثين تقل نسبة الحمل. نعم، كودا العمر، لأنه مو الغاية، هي مو الفكرة أنه أدها بيضة بس يعني تكون موجودة، لا، كثير من النساء يعبرون الأربعين أو بعد سن الخمسة وثلاثين عندهم بيضة وحجمها زين، لكن ما تتلقح البيضة. فهذا أيضا عامل مهم، أنه المبيض ما يقوم يشتغل مثل يعني أم الثلاثين بعد خمسة وثلاثين وأم الأربعين، مو مثل أم العشرين. فالأمر أيضا مهم. نعم. الزوج إذا كان هو أصلا مريض، يعني إذا كان مثلا هو السائل المنوي مالته بيقل بالعدد أو قلة الحركة، أو هو عنده مشكلة، أو صار عنده أمراض من هو يكون صغير مثلا نكاف غير من هاي الأمراض، أو كان عنده عملية جراحية بسبب عنده فتق من هو صغير، أيضا تأثر على نسبة يعني الحيوانات المنوية. نعم، نتوقف عند هذه النقطة لو سمحتي دكتورة، نتوقف عندها وبعدين نكمل حديثنا. عندنا اتصال إذا أمكن ويانا فرح من بغداد. صباح الخير. ألو، صباح الخير. صباح النور، يا هلا. ممكن أسمعي دكتورة يا روى؟ أكيد ممكن تسمعش دكتورة، تفضلي. ألو، صباح الخير دكتورة. صباح الخير حبيبتي. شلون دكتورة؟ أهلا وسهلا دكتورة. أنا ثاني سنة أو منصر، أنا سنة متزوجة ومنصر عندي حمل. سنة طبيعية، إحنا حكينا إنه خلال السنة الأولى 85% يحبلون. أنت هسه خلصتي السنة، يا ترى جد عمرك؟ نعم، جد عمرك؟ أنا مواليد 88. إي صغيرة. طبعا على فكرة كثير من النساء اللي ما يحبلون، يعني هسه كثير من النساء اللي يتزوجون مثلا عمرهم 15 او 16 سنه ما يصير عندهم حمل، هذول بال 18 سنه ممكن يحبلون. وشافوا ايضا انه الى حد ال 25 قسم من النساء يصير عندهم حمل، يعني الى ان المره تصير 25 يلا تحبل. فانت بعدك صغيره ولا تستعجلين، على شرط أن تكوني أنت كلش طبيعية، مثل مبيضش طبيعي، الأنام طبيعية، رحمش طبيعي، الزوج أيضا طبيعي، يعني لازم يكون الزوج أيضا طبيعي. فأنت سنة مصالش يعني الزوجة وما حبلانة مو فد شيء يعني خطير يخوف يعني وتكوني قلقة، على شرط أن تكوني أنت يعني ما عندش مشكلة والزوج أيضا ما عنده مشكلة. بالنسبة مواد 88 صغيرة، 25 سنة. 25 سنة شافوا دراسات كثيرة، شافوا أنه عمر 25 سنة يلا يصير عندهم حمل. قسم من النساء يعني الأمر مهم، فأنت بعدش صغيرة ما شاء الله، وأكيد مسوي فحوصات كثيرة هسة، عندش فد ملف من الفحوصات. أنت المهم تتأكدين من الأنابيب، تتأكدين من المبيض مالتش، تتأكدين من الرحم مالتش، تتأكدين من الزوج أيضا، وماكو مشكل. شكرا لاتصالك فرح، ان شاء الله تكون الاجابه واضحه. والدكتوره يعني طبعا تشبه ان الموضوع ما يدعو للخوف او القلق، ما دام انت مسويه فحوصات وما عندك اي مشكله صحيه لا انت ولا زوجك، فممكن دكتوره يعني بعد هذه السنه ممكن تكون فرصه بالحمل يعني ممكن أكثر. اي هي يعني لي حد هي السنه ونص يبدي، بعدين واحد او حد السنتين يبدي يدور يعني الاسباب، وهي ما دام هي ما عندها شيء على فرض انه ما عندها مشكله. لكن اذا عندها مشكله مثلا، كثير من النساء مثلا يعني يتزوجنا لكن هم اصلا ما عندهم اصلا دوره شهريه، فكيف هاي يعني ممكن يصير عندها حمل؟ ما ممكن. يعني اذا هي تكون جسمها سليم، اعضائها التناسليه سليمه، فما يدعو للخوف والى القلق. كداعي ان شاء الله تكون هي متابعه واطمئنت من خلال اجابتك. وعندنا اتصال اخر ويانا ام ساره من البصره. صباح الخير. الو، صباح الخير. تفضلي تسمعش الدكتوره. الدكتوره، احمل ولد. تحمل وين؟
ايه حد احمل الولد. الولد يعني حقيقه كم بنيه عندك؟ 19. الولد كلهم يردون الولد. هسه يعني الموديل صار انه ناس يعني اول ما يتزوجون يجون يقولون دكتوره احنا سوينا تلقيح وما نريد يعني نريد ولد راسا. عرفتي شلون؟ طيب دكتوره حتى توضحي لها الحاله الام ساره تحتاجين تستفسرين من امور معينه لو طلبها يعني ممكن توضحي لها من خلال التلفزيون. هي ام ساره لا هي ام ساره تريد لها ولد فاكيد انا راح اجاوبها راح اقول لها يعني هي تريد على التلقيح الاصطناعي ولا تريد على الجدول ولا تريد على طفل الانبوب. ام ساره بعد شوي انا على الخط الدكتوره تسالك. بس يا ريت ام ساره تختارين مكان بيكون الشبكه زينه حتى اسمع ايش بوضوح. اختاري التلقيح على الجدول. اي او طبيعي يعني شوفي. طيب ام ساره شكرا لاتصالك متابعينا. ان شاء الله الدكتور الان حتوضح الحاله اذا كانت هي ممكنه وبها نسبه نجاح عاليه وان شاء الله تكون يعني يعني بقادم الايام يصير عندك ولد والله يحفظ كل اطفالك. تفضلي دكتوره. يعني سي الزهراء انا هلا احب اعلق على هاي الموضوع مالت الولد على الجدول. هي تريد على الجدول. طبعا الجدول هو غير كافي وغير هو ممكن يجيب ولد على الجدول بس مو هو هذا السبب. ودليل على هاي يعني انه كثير من الطيبات النسائيه والاطباء النسائيه عندهم مثلا 4-5 بنات وما عندهم ولد وكان هم سووا جدول صح ولا لا؟ كثير يكون البعض يمكن ما يهتم ونقول خليها على الله يعني اي شيء يجي اي مولود المهم صح. نقول احنا بالعراقي تمام الخلقه وصحه الام هذا الاهم مهم. بس بعض الناس يعني يمكن احنا هم نريد نعذرها بل نعرف احنا طبيعه مجتمعنا اذا هي كانت حابه البنات وما عندها مشكله قد يكون مثلا الزوج اهل الزوج يفرضون عليها لازم يكون عندها ولد حتى تخلص من المشاكل. هذا مجتمعنا صح هذا مجتمعنا والله مجتمع حتى برا هم يعني يردون الولد. هسه كثير من النساء اول ما يتزوجون دكتوره سوينا تلقيح احنا نريد نجيب ولد ما نريد بعد نسوي يعني نجيب وخاف يطلع بنيه وهم ما نريد نكثر يريدون واحد اثنين. التلقيح الاصطناعي احسن من الجدول. ليش؟ لان نسبه نجاحه بين 80-90% بينما الجدول هو 70% ومو كلش يعني. طيب دكتوره هي الان 100% ناجح تتابع وتحب تاخذ اجابه من حضرتك اذا هي حبت يكون عندها طفل بشكل حمل طبيعي مو بالتلقيح. اذا هي حتكون الطريقه الوحيده من خلال الجدول فكيف حتكون توضحي لها لام ساره؟ لكن الان لو سمحتي عندنا اتصال بعدها نكمل موضوع الجدول اللي خاص بانجاب الولد. ويانا ابو بلقيس من كركوك صباح الخير. الو 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 صباح الخير. صباح النور. يا اهلا وسهلا تفضل. عندي زوجتي مواليد 97. الو نعم نسمعك. تسمعك الدكتوره تفضل. ايه مواليد 97 وصار لي 3 سنوات من متزوجه بس ما جاي يصير عندي. احنا هسه علقنا. شكرا الاخ من كركوك يسالنا على 97 كلش صغيره زوجته يعني 97 يعني 16 سنه وصار 6 سنوات متزوجين يعني 6 سنوات يعني 13 سنه 13 سنه. هسه احنا قلنا احنا مو شرط يصير حمل اقل من 18 سنه لان المريض بعد ما يكون يشتغل يعني شغل منتظم تكون الدوره مالته غير منتظمه يعني عمر هي صغيره فشيء طبيعي هذا. بس انا ارجع اجاوبه واقول له على شرط انه هو يكون سليم وهي تكون سليمه. يعني شنو السليمه؟ يعني عندها مبيض يشتغل خلي مو منتظم وعندها رحم ما دي شيء وعندها جهاز تناسلي كامل وعندها يعني انابيبها تشتغل مفتوحه. اذا تحبل هسه ورا 18 سنه يجوز تحبل جاء استحبل يعني مو يستعجل يعني المشكله التاخر هي بس مجرد بالعمر ما تعني المشكله صحيح ممكن على شرط انه بقيه الاشياء تكون سليمه. نعم. كلش مهمه هاي الناس ما تستوعبها انه الامر مهم. ما دا اعرف يعني انه اساس انه قبل كانوا يتزوجون 10-11 سنه 12 سنه هم صحيح بس يعني لو نرجع نسالهم ورا جد حبلوا يقولوا لنا ورا 2-3 سنين حتى زوجها راضي يطلقها وما صار عندها. فيعني شيء طبيعي هذا انه المبيض ما دا يشتغل. مشاكل كثيره مشاكل كثيره وايضا اتصالات مشاهدينا كثيره ويانا اتصال.
أبو عبد الله من بغداد. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور يا هلا. شلونك عين سارة؟ الحمد لله بخير مدامكم بخير. الله يسلمك الله يخليك. صباح الخير دكتور روان. صباح الخير عيني أخ أبو عبد الله الله يخليك. شلونك عين شلون صحتك؟ الله يخليك دايم دايم. أنا أرد أتذكرك من خلال قناة الرشيد الفضائية. هم دا يسمعوك. تفضل نسمعك. هم دا يسمعوك. طيب كيف تسمعك؟ الو سزارة احنا بدنا نشكر من دكتور رواء لان احنا صار لنا 9 سنوات حوالي يعني ما صار عندنا حامل اي وراجعناه خلال شهر يعني الحمد لله والشكر هسه صار عندي طفله وصار لها شهر عمرها لحد اليوم مبارك عليك والحمد لله على سلامه الوالده وان شاء الله تكون من ابناء السلامه الدكتوره الوفيه الشريفه شكرا لهذا الامتنان والعرفان من حضرتك وحبيت بأن تتصل وتشكرها على الهواء لأن هي فعلا تستحق بهذه المساعدة اللي قدمتها يعني سخرت كل إمكانياتها من أجل بأن تسعدكم والحمد لله بأن رب العالمين رزقكم بطفلة ربي يبارك بيها ويحفظها لكم شكرا لاتصالك وما زال موجود ويانا على الخط أبو عبد الله تحب توجهها أيضا كلمة للدكتورة روعة عندها شوفها دموع بعينها إيه هي موت أنا مع أنا كان والله العظيم يعني خلال إحنا هالكتب بشهر يعني مراجعها يومي كل شهر راجعها بشكل دوري و ألو نعم نعم نسمعك أبو عبد الله والله حتى مرات يعني بدون ما أروح للعيادة أتصل بيها بالتليفون حتى مرات بالليل يعني تجاوبني تعطيني رشادات شغلات صحية وعلاجات والحمد لله والشكر والشكر منها هواي هواي شكرا جزيلا لك وبارك الله بك على هذا الامتنان وشكرا جزيلا للدكتور يمكن هي باسم كثير من الناس اللي ساعدتيهم حتى يعني زرعتي الفرحه بقلوبهم ومن خلال اللي قدمتي الحمد لله بان اكيد هذا ابو عبد الله طبعا شوفي 9 سنين ما عنده اطفال 9 سنوات ما عنده والحمد لله بشهرين حبلت زوجته كانت عندهم مشكله يعني مشكله صحيه لو هي يعني ما شاء الله ابو عبد الله اعتقد سويت لها ناظور وسويت لها ناظور اي ويعني كانت امورها عدله بحيث حبلت والحمد لله زين تاخر 9 سنوات كان الا اسباب لو يعني مشيئه الله يعني ما رزقهم هو يقول ما مراجعين كان كثير اي مراجعين كثير وهم من اهل الكوت هذول يعني ما استفادوا من العلاج بس الحمد لله الله وفقني بارك الحمد الله فضل الله فضل الله وبارك الله بيك وبجهودك وان شاء الله يعني تستمرين بهذا الشيء وتقدرين تساعدين كثير من الناس بالاخص اللي قد تكون عندهم مشاكل او صعب الانجاب عندهم طبعا انا اسعد شيء بانه انسان يزق طفل يعني شوف يعني شنو هو طبعا عنده 2 وقعدوا 9 سنين كانوا مقيسين ما انا اول شيء ساعدته شنو نفسيا قلت له انت عندك 2 والله رزقك ب2 الحمد لله والشكر قال لا احنا نريد لان هو زوجته صغيره من العمر وهو هم صغير تعرفين الناس اخو قسم من الناس اطباعهم مثل ايام زمان يردون 5 و6 كانت الناس متونسه وفرحانه ويعني نقول يعني اكو رجال تتحمل يعني رياجل تتحمل مسؤوليه فبصراحه هو متحمل المسؤوليه هذا الزوج ويريد يعني اطفال بعد وهذا الله يوفقه يعني وفقنا احنا وياه الحمد لله والشكر بارك الله بجهودك ومبارك لك ابو عبد الله وان شاء الله تستمر بهذه الفرحه ويانا اتصال اخر ابو محمد ابو محمد صباح الخير صباح الخير صباح النور يا هلا شلونكم الحمد لله بخير مدامكم بخير عبد الله شوي دكتوره تفضل اسمعك الدكتوره رواء صباح الخير دكتوره صباح الخيرات نعم تفضل محمد الو تسمعك الدكتوره تفضل دكتوره العفو دكتوره عدم نزول الدوره الشهريه على المراه شنو اسبابه عدم نزول اي يعني ما تجي نهائيا اسباب معينه لو طبعا اسباب كثيره ما عندها نزول دوره شهريه يعني بصراحه يعني معناها جهاز التناسلي مالتها يكون ممكن يكون غير متكامل يعني مثلا يعني عندها فحص من قبل طبيبة نسائية تتأكد من الجهاز التناسلي مالتها وتتأكد من المبايض مالتها والرحم يعني راد لها فحوص راد لها فحص يعني من قبل طبيبة مع فحوصات كم سنة متزوجين؟ سنتين ونص وماكو دورة جد عمرها؟ لا 19 سنة حقيقة هي اكو مثلا الدوره ما تجيهم دوره لكن لحد 18
او ال 17 سنه هاي اسبابها قسم من عندهم تكون يعني شلون نقول عائليه، مثلا امها او خالتها او عمتها او بالعائله جتهم متاخره الدوره في عمرهم تجيهم هاي، بس 19 سنه ما عندها دوره اكو مشكله، لازم نسوي فحوصات. لازم نسوي فحوصات، اول شيء فحص دقيق من قبل طيبه نسائيه تشيك جهاز تناسلي. وان شاء الله يعني المشكله اذا كانت هي مشكله صحيه ممكن لها يكون علاج كثير، يعني هاي احنا نحكي عنها واحنا يمكن هم حكينا عنها قبل، انه الجهاز التناسلي اذا كان متكامل ومبيض ما يشتغل ممكن نشغله، يعني حسب ما يشوف ايش راح نطلع عندها يعني ان شاء الله بعد التاكد من حالتها، يعني ان شاء الله يكون يعني ان شاء الله تكون سهله بسيطه يعني وتتعافى ويعني تطلع لكم الحياه الزوجيه. شوفي استاذه زهراء، المفروض الزواج ما يتم، نعم الزواج ما يتم اذا ما يكون الزوجه والزوج جسمهم سليم باجراء الفحوصات، الجسم سليم يعني احنا يقترنون بالزواج لازم يكون جسمهم الاثنين سليم، يعني سواء المراه او الرجل، يعني لازم تكون عندها دوره شهريه، لازم تكون بالغه، يعني المراه ما يكون بها يعني اي عاهه، والزوج كذلك، الزوج ايضا لازم يكون يعني مسوي فحص على الاقل متاكد من الحامل المنويه مالته سليمه ما عنده مشكله. هذه الامور ضروريه ودائما في كل يعني حلقه تكون هي مخصصه عن قد تكون امراض نسائيه او انجاب او غيرها، يعني ناكد على ضروره اجراء الفحوصات من اجل حتى ما يقوم بمشاكل مستقبليه بعد الزواج. راح يصير خله، راح يصير عرض، يعني عرض، يعني عرضه راح يصير بالعلاقه، تفتر العلاقه، يعني بعدين هو زواج يريدون يتكونون عائلة، يعني هو زواج يعني لازم أكو عائلة بالموضوع، والمرأة هم تريد تصير أم. يعني نتمنى يكون مشاهدينا على قدر من هذا الوعي يجرون هذه الفحوصات بالأخص اللي مقبلين على الزواج، جرب الكل ينساعدون بحياتهم. عندنا اتصال ويانا أم علي من كربلاء، صباح الخير أم علي. للأسف انقطع الاتصال، إن شاء الله تعود الاتصال بينا مرة ثانية. فراس من بغداد، صباح الخير. الو، صباح الخير. صباح النور يا هلا، بس يا ريت تسمعنا من التليفون، تبتعد عن التلفزيون لو سمحت. بس العفو، ممكن استشار الدكتوره؟ تسمعك الدكتوره لكن من خلال التليفون فقط لو سمحت، حتى الاتصال يتامن ما ياثر عليه وبعدين ينقطع، من اجلك انت حتى تقدر تتحدث ويا الدكتوره بشكل جيد، تفضل. تسمعك الدكتورة. دكتورة صار لي 10 سنين وشوية متزوج وما زايت روح عندي خلفة، وراجعت قدر إمكاني وسويت عملية وأهلية وما صار له، بس إذا ممكن شلون العيادة مالتي شلون بأي منطقة حتى أراجع ترجع ليش؟ أخ فراس، يعني أدرى الدكتورة يعني حد جاي بدل عنك، ممكن تبقى مع الكنترول حتى يزودوك بعنوان عيادة الدكتورة روى. دكتورة إذا حبيتي تنصحي بشكل عام أو تحبين بأني يعني تجري له فحوصات بعدها يتحدد الموضوع أو الموقف. هو إحنا ما افتهمنا هسه، هو ذكر بس 10 سنوات. 10 سنوات وما عنده إنجاب، يعني أي أنا حقنا عندي كثير من الأوائل راجعوني 20 سنة و 22 سنة و10 سنين و15 سنة وحبلوا، يا ترى احنا غير نشوف شنو المشكلة مالته لازم نشوفه. فان شاء الله هو ببقى مع الكنترول وحياخذوا العنوان، وان شاء الله بعد فترة يتصل بينا ويفرحنا بان بمساعدة حضرتك هو تمكن بان يكون يعني يكون عنده اطفال بالمستقبل ان شاء الله. عندنا اتصال اخر ويانا سرى. سرى صباح الخير. ممكن اتكلم ويا الدكتورة؟ تفضلي تسمعك الدكتورة. صباح الخير دكتورة. صباح الخيرات حبيبتي. ساعني قبل كلمت وياك وحكيت حالتي. شلون؟ قبل فترة متصلة بحضرتك. يعني قبل فترة اتصلت بالبرنامج وحكيت وياك. اي اهلا وسهلا حبيبتي، تفضلي. وبيك اكثر. دكتورة عن الشغلة مالتي فيها بس ما حجمها 8 أو 7. البيضة 8؟ اي بيضة، اي 8 أو 7. نعم. راجعت دكتورة، أخذت مناسق وقبات، يعني ما بيد مدى يشتغل. زين، شو قصاش من الزوجة؟ صالي سنة. خوش، زين، هسه شنو المشكلة؟ تريدين تحبلين؟ اي دكتورة. اي
اخذت منى الشوط وقامت البيضه ما تكف على كل الشطعان، يعني توصل 21 17 18 شيء حجم. زين زين شهر وشهر يعني كل 12 دوره اروح اراجع يمها. زين بتكلمي صراحه عن الدكتوره يعني 21 ما قاعدة تحبلي مو هيك؟ ما يصير حمل وحليتني على فحوصات وتحاليل. تعالي نشوفك، تعالي نشوفك اذا هيك تاكدي من البيضه قاعد تنفجر يوم 14 ولا ما قاعد تنفجر يوم 15. زين دكتوره ممكن العنوان مالتي ممكن؟ العنوان مالتي سهله بسيطه ممكن دكتوره تبقين ويا الكنترول ان شاء الله يزودوش بعنوان الدكتوره. شكرا لاتصالك، عندنا اتصالات اخرى لو نكمل ايضا. طيب دكتوره نعود الى ام ساره من البصره، كان طلبها انجاب ولد بطريقه طبيعيه حتى نوضح لها لانه يعني من حقها لان هي اتصلت. ذكرتي انت قد يكون هو التلقيح مصطنعي يكون نسبته اعلى لكن هي تحب عن طريقه بشكل طبيعي. كيف ممكن اذا من خلال الجدول، اذا من خلال نظام غذائي معين ممكن هذه كلها تاثر؟ يقال انه يعني مثلا الحليب ومشتقات الحليب كلها ما تنكال. زين يقال زين لكن شيء دقيق ما موجود. اي ليش؟ لان هي يعني الحمل ياخذ البيضه، هي اكو يعني مستقبلات على البيضه، عرفتي شلون؟ ريسبترز يعني. ف يعني بصراحه يعني او ممكن يكون هو السائل المنوي مالت الزوج كله بنات. ممكن هذه يعني مشيئه الله، ما حد يقدر يتلاعب بها ويغيرها. ممكن قليله هي بس ممكن، او كل اولاد، او تشوفين جماعة من يعني الزوجة انه جابه مثلا من هاي المرة بنات. أيوة. راح رجع اتزوج غيرها زين جاب ولد. ممكن صح. ليش؟ لانه البنات هي لها علاقة بالزوجة. البنات؟ اي طيب دكتورة نكمل ونعرف ليش العلاقة بالزوجة وبعدين حصر مشاكل هسه كثير من البيوت العراقية، بس حتى نوضحها بشكل علمي بصراحة. بس عندنا اتصال ممكن بعد حتى نسمع شو يكون الموضوع يعني ياخذ وقته بشكل تفصيلي اكثر. عندنا اتصال هدى من الكود. صباح الخير. الو هدى. الو صباح الخير. صباح النور يا هلا. انا سمعت الدكتورة تسمعك هدى، يعني اشرحي لها حالتك بشكل يعني توضيحي اكثر حتى تعرف ممكن هناك اسباب تساعدك حتى تعطيك العلاج. اي والله عادت كنت صار معك عادت كنت قرر بالمريض. انا راجعت كل جوال تعبت تقريبا 6 سنوات انا ما امراض ابد. وفاذا امكن اخذ عنوان الدكتورة واراجع يعني الدكتورة. تحبين تاخذين عنوان ولا تحبين تستفسرين من خلال الاتصال هذا؟ لا بس العنوان حابة تاخذيه؟ أيوة يعني أنا عندي تكيس تفيدني إذا أراجعها. تكيس طبعا سهل. تكيس شنو التكيس؟ سهل. هو طبعا صار مشكلة العصر التكيس. هذه المشكلة حالي. ليش؟ لأن طبيعة الحياة اختلفت، لأنه الأكل اختلف. الناس البنات كانوا وش يسوون؟ الشابات يأكلون مثلا بيبسي وشيبس شبعوا زين اكتفوا بالشيبس والبيبسي. أكبر غلط طبعا شيبس بيبسي نستلة زين. الأكل يعني أيام زمان طبخ ماكو، هسه تشوفين أنت أكثر البيوت ما يطبخون، ما لغة الطبخ قام صار الأكل مالتهم عبارة عن شيبس ونستلة وبيبسي. هاي الأشياء النمنمات يسموها طبعا شنو هاي ما بيها فائدة زين، كلها كوليسترول هاي عالي الكوليسترول زين. المبيض راح يصير بيتلكق ما يشتغل زين، راح يصير شحوم على المبيض زين، بالتالي الدورة راح تكون متقطعة أو قليلة، بالتالي ماكو حمل زين. مستقبلا إذا يعني مرة ما تعالجت من التكيس ممكن هذا التكيس يتطور إلى إيش؟ يتطور إلى أمراض خبيثة مثل سرطان الرحم وغيرها. بعيد عن السامعين عن كل مشاهدينا يعني هذا يعني مشكلة القضية يعني مشكلة عظمى هذه، بس ما حمد يفهم إنه الأكل بالشيبس والبيبسي والنستلة والشوكولاتة والعصير والباكيت وما أدري شو هاي كلها غلط. يعني أنا عندي مريضات يجون إحنا ما نأكل كل شيء ما نأكل، بس نأكل يوميا 3 قواطي بيبسي مع 3 هاي ليز ما أدري شو، هذا مو أكل، هذا كله انتقام وانتحار.
يعني بس هذا هو يعتبر مثل الدايت، يعني تنوعون عن الوجبات الأساسية اللي تفيد الجسم باعتقاده بحيعوضون من خلال تناول هذه. وين الفواكه، وين الخضروات، وين هاي الجسم أصلا صار كله يعني خرابيط. هي هو الجسم شلون الإنسان عبارة عن هرمونات مع إنزيمات مع صح ولا لا، فما رح يشتغل يعني الغدة النخامية تشتغل على المبيض يشتغل الرح شلون يشتغلون دوله، فأكلهم رح يصير كله بس سكريات ودهون غلط خطأ يعني. فصار أكثر البنات هسه أنا أعتقد يعني إحنا هسه هذا في وقتنا هذا كثير من النساء تكيس. والله أنا يوميا أشوف 4-5 حالات بالعيادة مالتي تكيس، بس مع هذا الرغم هي تكون مشكلة العصر أو الأكثر مشكلة سائدة من مشكلة الأمراض النسائية السائدة، لكن علاجها ممكن من خلال المتابعة، لكن إذا أهمالها ممكن يؤدي إلى مشاكل أصعب، مشاكل كلها صعبة. العلاج المبكر يكون أفضل عفية. وكل شيء يعني أنت تبدين بالامتناع عن الحالة، شو أنت شلون تعالجين حالة تمتنعين عن يعني عن حدوثها، فشلون تمتنعين عن أسبابها حتى ما تصير الحالة. فكيف إذا واحد يأكل يومية شيبس وبيبسي ونستلة وشربت وهاي كلها يعني يعني خرابيط يعني خربطة. بيعمل العناصر الغذائية المهمة الموجودة بالخضروات والفاكهة ويحتاج الجسم يعني أقل شيء الصبح مثلاً بيضة، الصبح مثلاً بيضة ما بيها كل مشكلة زين، بس بيها فائدة، بيها فائدة عافية. الحليب زين، الظهر أيضاً يعني التمن أوفي، بس المرقة الخضروات كلش مهمة ضروري. صح ولا اللحوم الحمراء أو فيها الزمي مثلا البيضاء السمج الدجاج هاي كلها ماكو. أنا بالله عايشة على النستلة والشيبس والبيبسي، وحتى تشوفين الأجسام كلها صارت كبيرة الحجم يعني مو ناسكة. هسي وتنتبهين أنت على يعني النسبة العظمى من البنات أجسامهم يعني كلها ضخمة، نوع الأساس هو من الغذاء، الغذاء الغير صحيح، وطبعا رياضة ماكو، حركة ماكو، والكسل. هذا اللي نتمنى بأن يكون هذا الوعي موجود عند كل الفتيات والسيدات والاهتمام بصحتهم وبغذائهم الصحي. دكتورة قد يكون داهمنا الوقت، لكن حابة نوفي موضوع فيما يخص إنجاب الأولاد أو البنات. ذكرتي ممكن الرجل يكون فقط ينجب بنات أو فقط ينجب أولاد، أو ممكن تكون مختلفة إذا كان تزوج من امرأة ينجب منها بنات، إذا تزوج من أخرى أولاد. توضحيها بشكل حتى بشكلها العلمي حتى ناس يفهموها، ما تصير مشاكل اجتماعية وبعدين تؤدي الى انفصال او امور اخرى. بالضبط، يعني ممكن هي البيضه بها احنا قلنا ريسبترز مستقبلات، يجوز تستقبل بس الحيمن الانثوي ما تستقبل الحيمن الذكري. طيب ممكن يسوون فحوصات حتى يعرفون اذا المراه عندها استعداد بان تنجب اولاد وبنات، او الرجل اذا عنده استعداد لانجاب فقط بنات او فقط اولاد؟ لو صعب هذا مو موجوده هاي الفحوصات؟ لا هي موجوده، مثلا طفل الام بيسوون يقدرون يسوون اختبار فحوصات حتى يعرفون، حتى ما حد يحمل مسؤوليه. اول شيء الزوج يقدر يسوي، هاي سهله انه يعرف انه عنده حيمن ذكري او انثويه. جيد. بس الاناث صعب انه يعرفون هاي البيضه مالت المستقبلات راح تاخذ الذكوريه او راح تاخذ بس الاناث، صعب. صعب. وايضا ايضا انه الدوره مالت الزوجه يعني اذا كانت منتظمه واقل من 30 لها علاقه ايضا يعني بالجنس. هي بتوضحين هذه المعلومه بعد ما ناخذ اتصال. عندنا اتصال من احمد. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح اسمعك الدكتور. صباح الخير. صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح الخير أخ أحمد، إحنا نسمعك وأنت ويانا. تفضل أخ أحمد. أخ أحمد نسمعك. أحمد ما زال ويانا على الخط لو انقطع، لكن اللي فهمناه يعني الحالة اللي ذكرها بأنه هو صار 7 سنوات متزوج وما عنده أطفال، فما أعرف في هذه الحالة أيضا يعني يجب أن يعني فحوصات بعدها تتحدد كيفية العلاج. لازم نعرف، لازم وين نعرف يعني المشكلة عند الزوج ولا عند الزوجة. يعني ممكن مرات يعني الزوجة عندها مثلا أشياء أخرى، مثلا أشياء باطنية ما لها علاقة بالنسائية، وأيضا ما يصير عندها حمل، مثلا غدة الدرقية مثلا ما تشتغل غدة الدرقية أيضا مقدرة. يعني تأثر عليها، يعني عندها مثلا فقر دم شديد ممكن يسوي عندها مثلا اسقاطات متكرره، او عندها مثلا داء السكر ممكن يصير عندها اسقاطات او موت الطفل. يعني هي مو شرط انه ما تحبل، ممكن تحبل لكن ما تؤدي الى ولاده طبيعيه. طيب دكتوره، يمكن احنا داهمنا الوقت بشكل سريع جدا، ذكرتي بان ممكن عمر المراه ياثر في انجاب بنات او اولاد. مو الامر، الدوره، الدوره، انتظام الدوره. يعني انتظام الدوره هي هذه المساله مهمه، هي تحدد يمكن تكون يعني فرصها بانجاب الذكور والاناث بشكل افضل. انت لو تلاحظين انه الدوره لو كانت قصيره، يعني مثلا كل 21 يوم الدوره تجي عند الزوجه كل 21 يوم،
هذه تكون يعني تجيب أولاد أكثر من غيرها تكون بهالشكل. قد تكون هي معلومة تفيد السيدات المتزوجات ينتبهون لهذه المعلومة في نهاية حديثنا وحوارنا. شكر جزيل للدكتورة رواء الجنابي اختصاص أمراض نسائية وتوليد وعقم نورتينا اليوم, وأيضا كانت معلومات كثيرة إن شاء الله كل مشاهدين استفادوا منها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. لأن مشاهدينا كان حديثنا في فقرة شلون صحتك عن تأخر الحمل وأسبابه انتهت فقرتنا, لكن مستمرين ويوم جديد. مستمرين وياكم مشاهدينا, أما الآن نتوجه إلى أمريكا من أجل أن نتعرف على أحد تقاريرنا لهذا اليوم وهو معرض فرايزي للفنون, فلنتابع. معرض فرايزي للفنون أقيم هذا العام في مدينة نيويورك الأمريكية, والمعرض يشمل العديد من الأمور التي لا تخطر على بال الزوار للمعرض. المعرض الذي يقيم للمرة الأولى في لندن سمي هذا العام بمجموعة الربيع, ويشتمل على العديد من الأعمال الفنية العالمية, لكن هذا العام تم التركيز على بعض الفنانين الآسيويين الشباب. يتفاجأ الزوار للمعرض بوجود مجسم مطاطي كبير لكلب يرحب بالزوار, وقد أطلق عليه اسم بالون الكلب والذي صممه بول ماكارثي. مدير المعرض تحدث عن المعرض هذا العام قائلا بأن التنوع هو عنوان المعرض, إذ يتم عرض مختلف الأعمال الفنية من كل بقاع العالم, حيث لا يوجد موضوع طاغ على الأعمال المعروضة, حيث يمكن أن ترى في المعرض اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية أو تقديم عروض حية لبعض الفنانين أو بعض مقاطع الفيديو المتميزة. هذا هو مجال المعرض الفني, أن يكون بإمكانك رؤية مختلف الأعمال الفنية. تم جلب الأعمال المعروضة من أكثر من 180 معرضا للفن المعاصر من أكثر من 30 دولة, إضافة إلى 55 عملا فنيا لفنانين من نيويورك. From the loss and despair, the father had grown mad, and he allowed himself to be locked underground. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الوقت القادم هو مخصص لفقرة التاج, وحنكون مع خبيرة التجميل فرح فاضل. مثل ما تعرفون كثير من السيدات ويمكن حتى الرجال يعانون من مشكلة المسامات المفتوحة في بشرتهم, كيفية العلاج هنتعرف عليها من خلال الفقرة القادمة مع فرح. صباحك سعيد.
صباح الخير أحبتي المشاهدين وصباح الخير عليك يا زهراء. اليوم موضوعنا راح يكون بخصوص المسام المفتوحة. مثل ما احنا نعرف دائما المسامات مشكلة تواجهها كثير من السيدات، بالأخص النساء يفضلون انه دائما تظهر بشرتهم بالشكل الصحيح، ودائما المشكلة الأساسية اللي ممكن تظهر وخصوصا للبشرة الدهنية ممكن تكون المسامات المتوسعة اللي تنطينا شكل غير محبب. مثل ما احنا نعرف انه هذا الشكل سبب لنا مشاكل ثانية، ممكن تصير مشاكل حتى بطريقة الميك اب اللي احنا نخليها، لانه ممكن تبرز هذه المسامات على شكل حفر تأثر علينا تخلي منظرها غير جميل بالنسبة للبشرة. ايضا نعرف موضوع ثاني هو موضوع مهم جدا او نقطة ثانية اساسية، انه من الاسباب الاساسية اللي ممكن تسبب لنا المشاكل بالنسبة للمسامات هم سببين رئيسية. ممكن تكون البشرة الدهنية للافرازات الكثيرة اللي تفرزها الدهون، فممكن تكون مسامات تتوسع وبعد صعب ترجع تنقبض لاسباب راح نعرفها بالتفاصيل والطريقة الصحيحة حتى نخلص من عدها او نقلل من حجم المسامات. اما السبب الثاني ايضا سبب رئيسي، ممكن تكون لاستخدامنا للتقشير بالطريقة الخاطئة واستخدام البخار وغيرها من الأمور والماسكات، لكن المشكلة أنه إحنا ننظف المسامات ونتركها مفتوحة بدون ما نرجع نقبض المسامات مرة ثانية، فنشوف أنه من الصعوبة أنه ترجع المسامات مثل الأول، أو صعب على المسامات نفسها أنه ترجع لهذا الحجم نتيجة أنه إحنا استخدمنا لها مواد وما كملنا النهاية بشكل الصحيح. استخدامنا للمي الحار لفترات طويلة ممكن يوسع لنا المسامات وأيضا تبقى المسامات مفتوحة. كثير من السيدات يعانون من هذه المشكلة، مو بس فقط لأنه الشكل أو تظهر للعين هذه المشكلة، أيضا لأنه ممكن تفسد المكياج لأنه تبقى المسامات مفتوحة تفرز كميات من الدهون أكثر، فراح نشوف أنه دائما أنه البشرة تظهر بشكل غير لائق. فالأمور هذه كلها ممكن نخلص من عندها، وخصوصا إحنا بعدين على فصل الصيف يكون فصل صعب وتكون الحرارة به أكثر ضررا بالنسبة للسيدة، ايضا ممكن نشوف المسامات تتوسع بها اكثر. اذا راح ناخذ كل سبب على حده وراح نعرف تفاصيله او راح نعرف الاسباب الحقيقيه اللي ممكن يسببها وراح نعرف شلون ممكن نعالج هذه المشاكل. ممكن نعرف السبب الاول اللي هو افراز الدهون بالنسبه للمسامات المفتوحه. طبعا احنا نقدر نعرف هذه التفاصيل اكثر، لكن بالبدايه راح نشوف تقرير باستخدامنا للليزر والتنظيف الصحيح ونرجع لكم. مشكلة المسامات الواسعة، مثل ما نعرف انه اكثر المشاكل اللي تعاني من عندها السيدات هي مشكلة المسامات الواسعة اللي تصيب البشرة الدهنية اكثر من غيرها من انواع البشرة الثانية، حتى اكثر من البشرة المختلطة. نقدر نشوف انه هذه المشكلة ممكن تكون لسببين اساسية. الاولى، السبب الاول ممكن يكون زيادة الافرازات الدهنية اللي سبب الرئيسي في انه تتوسع المسامات بالنسبة للبشرة، لانه الدهون راح تبقى لفترات اطول بالمسامات المفتوحة، مما يسبب انه صعوبة رجوع المسامات الى القباض مرة ثانية. أما السبب الثاني ممكن تكون أيضا بعد تنظيف البشرة لاستخدام البخار لفترات طويلة تتوسع المسامات وتتنظف البشرة بالشكل الصحيح، لكن من الصعب أن نرجع نغلق المسامات أو ما ننتبه إلى هذه الفقرة وما نرجع نغلق المسامات بالشكل الصحيح فتبقى المسامات متوسعة، مما يسبب مشاكل. وطبعا المشكلة الثانية تكون أو السبب الثاني يكون أسهل بالنسبة للعلاج. السبب الأول ممكن نعالجه بطريقة أنه ممكن نستخدم الليزر حتى نغلق المسامات أو نقلل كمية الدهون اللي موجودة بالبشرة، التنظيف المستمر حتى نمنع تراكم الدهون لفترات أطول بالمسامات مما يسبب صعوبة غلقها، أيضا نتخلص من الخلايا الميتة بطريقة المعالجة الصحيحة.
ثانية ممكن نخلص أيضا حتى من حب الشباب اللي راح يتراكم بهذه المسامات اللي راح تتراكم بيها أصلا الدهون لفترات أطول. طبعا هذه التنظيف الصحيح لازم يكون لفترات قريبة، ممكن يكون بالأسبوع مرة أو على الأقل كل أسبوعين مرة. أيضا نستخدم التونيك اللي هو قابض للمسامات اللي خاص بالبشرة الدهنية حتى يقلل من إفراز البشرة الدهنية. ايضا نخلص من فكرة تنظيف البشرة، طبعا هو السبب الثاني اللي يسبب لنا توسع المسامات تنظيف البشرة. بعد ما نخلص تنظيف البشرة اما نستخدم الليزر حتى نقبض المسامات او نستخدم المي البارد حتى نقلص المسامات مرة ثانية او بعض انواع الماسكات اللي تساعدنا على التخلص من المسامات المتوسعة. هذه الطرق البسيطة اللي نقدر نتخلص بيها من المسامات المفتوحة اللي تسبب لنا مشاكل او احراجات او حتى شكل اكبر بالنسبة للبشرة الدهنية. وبعد ما شفنا هذا التقرير عن الطريقة الصحيحة لاستخدام تنظيف البشرة حتى نرجع نقبض المسامات واستخدام الليزر حتى نقبض المسامات، راح نعرف الأسباب الرئيسية اللي ممكن يسبب لنا توسع المسامات بالنسبة للبشرة. مثل ما احنا نعرف انه اكثر البشرة تعرضا للمسامات مفتوحة هي البشرة مثل ما نعرف الدهنية، او ممكن تكون البشرة الجافة المختلطة اللي ممكن تكون ايضا المسامات بها مفتوحة لكن باقي الوجه ممكن يكون جاف. طبعا المشكلة الأساسية انه البشرة تفرز كميات من الدهون اكثر، فراح تبقى بالبشرة أو تبقى بالمسامات لفترات أطول، بنشوف المسامات صعب عليها ترجع تنقبض مرة ثانية لأن إحنا ما نظفناها بالشكل الصحيح. وأيضا ممكن تكون الجو اللي يأثر علينا من الحرارة تفرز كميات أكبر، نشوف أيضا راح نأثر على بشرتنا بأنه مو بس المسامات تبقى مفتوحة وحتى ممكن تأثر علينا أنه ممكن تكون حبوب غيرها من المشاكل، ممكن تكون أمور كثيرة تأثر على بشرتنا. استخدامنا الخاطئ للميك اب طبعا ممكن يأثر على بشرتنا ويسبب أنه المسامات تبقى مفتوحة لفترات أطول، مما يصعب عليها بفترات من الزمن. يعني لو هالمرة احنا تركناها بهذا الشكل، مرة ثانية مرة ثالثة راح نشوف انه بشرتنا راح تذبل وتبقى المسامات مفتوحة وواسعة. حتى نخلص من هذه المشكلة او نعالجها بالشكل الصحيح لازم ناخذ نقاط تدريجية نقدر نعرفها حتى نقدر نوصل الى النتيجة الصحيحة. مثل ما احنا نعرف ان الطريقه الاساسيه بالنسبه للبشره الدهنيه انه احنا بالبدايه نستخدم الغسول الصحي لبشرتنا كبشره دهنيه، انه لازم نعتمد عليه انه لازم بنسبه كبريت عاليه، ايضا لازم نعرف انه ممكن ينشف لنا البشره او يقلل كميه الدهون وحتى ينظف لنا الوجه بالشكل الصحيح. هذه الامور اللي لازم احنا نعرفها. ويانا اتصال من ام كرار من ميسان. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير، تفضلي. بلاد احمى علي، جاني قبل فترة يعني كلش عاني من بشرة حساسة وجافة ودخلت بالمساعدة مالي. ويعني وصفت لي الفد يعني تقريبا كل صار بشرتي يعني علي، والحمد لله حصلت على نتائج يعني الحمد لله. بس اريد اوصف يعني انا استخدمت الكريم. انا العفو مدى أسمع صوتك، ممكن بس تكرري لي السؤال إذا تسمعيني؟ أي العفو. نعم. أنا استخدمت يعني كانت بشرتي كلش حساسة وتعبانة. نعم. استخدمتي الكريم واستفاديتي عليه، بعد الكريم هذا شنو حابة؟ يعني
الارضي التي هي التي الفريم تستخدمي بالليل وهسه كل زيان بشر يعني كيف افضل استخدمه بصراحه حتى نكون يعني اكثر فائده وياك. انت تقريبا خلينا نقول كل 3 اشهر او الى 6 اشهر ممكن تبدلين نوعيه الكريم لو انت كنتي مستفاده عليه، لكن انه حتى البشره تعودها على شيء افضل، لان مثل ما انت تعرفين انه الجو بدا يصير حار اكثر يحتاج لنا ترطيب اعلى، فممكن تزيدين كميه الحمايه لبشرتك، يعني ممكن الصبح تستخدمين نفس الكريم لكن ويا واقي، بالبدايه تخلين واقي على كل وجهك حتى لو انت بالبيت وما عندك طلعه يكون افضل حتى تحمين بشرتك من اي حراره حتى ما تنشف البشره. ايضا تكثرين كميه السوائل اللي تشربيها العصاير حتى البشره ترجع طبيعيه ورطبه اكثر. بالنسبه للكريم ممكن تستخدميه بالليل تستمرين عليه، نهائيا هو ما ياثر لانه هو بنسبه كولاجين عاليه، فراح تشوفين الفرق على بشرتك انه يستمر. لكن لو انت حسيتي انه بدا يقل المفعول لازم ناخذ شيء اعلى، فممكن تتصلين بيه ونوصف لك كريم ثاني ان شاء الله تستفادين عليه. عندك اي سؤال او استفسار ثاني؟ شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص المشكله الاساسيه للبشره اللي هي النسامات المفتوحه. مثل ما احنا عرفنا انه الطريقه الصحيحه حتى نبدي بالخطوات حتى نخلص من مشكله النسامات المفتوحه، اولا طريقه استخدام الغسول الصحيح بالنسبه للبشره. مثل ما احنا نعرف نريد نخلص من الدهون اللي موجوده او اللي تتراكم بالمسامات وننظفها بالشكل الصحيح، لازم نستخدم كريمات العفو غسول يكون بنسبه الصوابين قليله، يعني نسبه الكريمات قليله لكن بها مواد ثانية تشد البشرة وتنشفها وتساعد على ترطيبها لو كانت مختلطة. هذه نقطة أساسية إنه طريقة الغسول الصحيحة. أيضا لازم ننتبه على أنه إحنا بشرتنا ممكن تتأثر بكثير من الأمور، استخدامنا للميكب اللي إحنا ممكن نستخدمه كميكب سائل أو كميكب مضغوط نسد المسامات لفترات أطول طبعا راح يضر بشرتنا. فحتى نخلص من هذا الموضوع ممكن نلجأ إلى الكريم أساس الخفيف بالنسبة للبشرة الدهنية حتى المسامات تبقى مفتوحة تقدر تتنفس، وبعد ما نرجع البيت نزيلها بشكل تام كامل من البشرة ونستخدم قبل الميكب قابض للمسامات. التونيك طبعا بأنواعه، من عنده موجود بالليمون موجود بالبرتقال، طبعا يكون أفضل إذا بالفيتامين سي، لكن أكو مواد طبيعية ممكن نستخدمها إحنا بالبيت حتى نقدر نصل إلى النتيجة الصحيحة. بالبداية عندنا اتصال من إيناس من الموصل. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا. عندي سؤال، عندي نقص صوت بأمشي نعم وداخل كريمات للفاطمه للجوان بس ما دايره. طبعا مدام انت عندك نقط سود، يعني تقصدين مثل الحبوب المتنثره لكن داخليه سوداء، هي هاي الرؤوس السوداء حتى تخلصين من عندها لازم تنظفيها تنظيف صحيح. بالبدايه تعرضين الى بخار حتى المسامات تفتح، بعدين تنظفيها بالشكل الصحيح، لكن لازم احد ينظف لك اياها يكون مختص حتى لا يترك لك المسامات مفتوحه وتاثر لك يعني او ترجع. يعني البشرة. مو هي المشكله وين، انه انا ممكن اوصف لك الطريقه الصحيحه لكن ممكن انت ما تقدرين تضبطيها لنفسك لانه هذه المنطقه حساسه اصلا وما راح تقدرين تضغطيها بالشكل الصحيح، ممكن ما تستخدمين ممكن تستخدمين مواد تاذيك. فاني حتى نوصل الى النقطه الاساسيه اكو كريمات موجوده تستخدم للنقاط السوداء اللي موجوده اصلا على الانف، ممكن ايضا تستخدميها، يعني هي مثل اللزقات تستخدميها وتشيليها راح تشوفين انه الفرق على بالنسبه للحبوب السوداء انتهى. لكن المشكله الاساسيه انه انت حتى تخلصين نهائي لازم تعرضيها الى درجه حراره من البخار، يعني بعدها لازم تتنظف بالشكل الصحيح بايد اخصائي يكون افضل حتى يعرف شلون يسد المسامات مره ثانيه حتى ما ترجع تتكون. هذه النقطه اللي لازم نعرفها. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بالنسبه للقابض اللي نستخدمه للمسامات اللي يكون ممتاز موجود عندنا بكل بيت، مي الورد اللي هو بسيط جدا ممكن الصبح نستخدمه على كل بشرتنا، راح نشوف انه بشرتنا انقبضت المسامات وتتورد اكثر بالاستخدام المستمر حتى ترطيب للبشره الدهنيه يكون افضل. هذا قبل ما نضع اي ميك اب على بشرتنا. بعد ما وضعناه وانتبهنا انه احنا لازم ننتبه الى نوعيه الباودر اللي نستخدمه بالصيف. نوعيه الباودر اللي نستخدمه بالصيف يفضل انه ما يكون الباودر المضغوط لانه ممكن يكون ياثر على بشرتنا اكثر، ممكن نستخدم الباودر الحر اللي هو يكون يعني شلون باودر الجسم على كل البشره حتى يمتص الدهون ويترتب بشكل صحيح بالنسبه لبشرتنا. هذه بالنسبه الى النقطه الصحيحه لاستخدام الميك اب. ايضا اكو نقطه ثانيه لكن بعد هذا الاتصال، ويانا اتصال من ام حيدر من بغداد. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. ممكن يعني اسالك شو؟ تفضلي. نعم تفضلي. بشخص يعني تعبان هواي، يعني باليوم يعني بها منها شو تعبان، يعني ممكن تساعديني تعطيني اسم كريمات؟
إن شاء الله بالنسبة إلى البشرة الدهنية حتى تخلصين من هذه المشكلة لازم تنتظمين على الإزالة الطبيعية للدهون، يعني ممكن تغسليها بشكل مستمر على الأقل مرتين باليوم، تستخدمين القابض للمسامات دائما، لازم تستخدمين الكريمات الصحيحة الماسكات. أما بالنسبة للكريمات إذا تعرفين الأسماء مالتهم وكل واحدة شنو تفيدك حتى بالنسبة للنمش وللتصبغات. تسمعيني حبيبتي؟ تسمعيني؟ الو ابوي انا بالكنترول، تاخذين الرقم والعنوان حتى تتصلين بي اقدر انطيك اسماء كريمات تفيد التصبغات وايضا البشره الدهنيه حتى تخلصين من الدهون اللي متراكمه بالبشره ونخلص من التصبغات. عندك اي سؤال او استفسار ثاني؟ شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص البشرة الدهنية ومشاكلها اللي هي المسامات المفتوحة، وقد تكون في بعض أنواع البشرة الجافة المختلطة المسامات مفتوحة. طبعا احنا نعرف هذا الموضوع يعني كلش مهم بالنسبة للسيدات. أيضا النقطة الثانية اللي هي الأساسية بالنسبة للمسامات المفتوحة، ممكن نتيجة التنظيف المستمر لبشرتنا تتعرض بشرتنا إلى مسامات مفتوحة وتبقى هذه المسامات لفترات طويلة للأسباب الخاطئة اللي احنا نستخدمها. يعني مثل ما احنا نعرف بالبداية أنا اتصال من سرى من كربلاء. ألو عفوا انقطع الاتصال، إن شاء الله تعاود الاتصال بينا. نكمل موضوعنا بخصوص تنظيف البشرة. مثل ما احنا نعرف انه البخار للبشرة لفترة طويلة يفتح المسامات حتى ننظف المسامات بالشكل الصحيح، لكن المشكلة الاساسية انه بعض السيدات ممكن تسوي البخار بالبيت وتنظف بشرتها صحيح، بعد فترة تشوف انه المسامات بدأت تتوسع نتيجة التنظيف المستمر، لان هي بالصحيح ما قبضت المسامات وما رجعتها الى حالتها الطبيعية، لانه من عرضتها الى حرارة توسعت المسامات، او حتى ممكن تكون حرارة الجو، ممكن تكون حرارة بالبيت، امور كثيرة. النصيحة الأساسية أنه بعد ما نتعرض للبخار حتى ننظف بشرتنا لازم نستخدم واحدة من الاثنين، أما الماسكات اللي بيها مثلا مثل ماسكات طين البحر احنا كنا نعرف به كبريت فيسد المسامات أسرع، ممكن نستخدم الماسكات اللي هي أصلا قابضة للمسامات، ممكن أيضا نستخدم المي البارد بعد عملية تنظيف البشرة حتى يسد لنا المسامات بالشكل الصحيح. ايضا بننسى انه اكو ماسكات عباره عن مي ونشا ومي ورد، ممكن نخبطهم ونضيفهم على بشرتنا نشوف انه بشرتنا بدات تنقبض المسامات بشكل طبيعي لو احنا عندنا هذه المشكله تاثر علينا. طبعا مثل ما احنا نعرف انه هذه المشكله ممكن السبب تراكم الدهون ببشرتنا، الحبوب ممكن تظهر، الرؤوس السوداء ممكن تظهر، مناظر كثيره ممكن تكون مضره ببشرتنا حتى حول الانف، امور كثيره. لكن اكو مشكله اساسيه تعاني منها بعض السيدات، ممكن تكون مسامات مفتوحه لكن باقي البشره اللي هي مثل ما احنا نذكر على شكل حرف تي تكون جافه. فحتى نوصل الى نقطه حل وسط لهذه الامور ممكن نستخدم الكريمات اللي ترطب المناطق اللي بدت يبين عليها الجفاف، فقط المناطق اللي هي ممكن يكون الجبين، الانف، الذقن، لكن نترك المسامات المفتوحة نهائيا من نوصل يمها. ايضا ننتبه على نوعية الامور اللي نستخدمها الماسكات وغيرها. ايضا علاج المسامات المفتوحة لو هذه الامور ما بينت ويانا لانه نتيجة استخدامنا الخاطئ لفترات طويلة ممكن نلجأ الى الليزر، لانه هو مثل ما احنا نعرف انه الليزر ممكن يفيدنا لقبض المسامات. اذا موجود اي سؤال او استفسار ممكن تراسلونا على الاس ام اس الموجود اسفل الشاشه وان شاء الله نجاوبكم على كل المواضيع اللي تفيدكم. ايضا نرجع الى موضوعنا بخصوص المسامات المفتوحه. مثل ما احنا نعرف انه الليزر حل مثالي لهذه المشكله لانه يساعد على قبض المسامات بشكل اسرع لاسباب، لانه هو اصلا عفوا يقلل الدهون اللي موجودة بالبشرة ويقلل إفراز الدهون، فهيش راح نستفاد أكثر. أيضا أكو نقطة أساسية لازم ننتبه إلها ويانا اتصال من أم محمد من النجف. ألو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. شلون دكتورة؟ الحمد لله بخير، تفضلي. بس انا بشرتي كلها جافه. نعم بشرتي كلها جافه. انا تحبين ترطبيها واريد الرقم والامان ماسك.
ابقي انا بالكنترول تاخذين الرقم والعنوان والجواب اللي راح اجاوبك اياه ان شاء الله يفيدك. بالنسبه للبشره الجافه حتى رجع لها الترطيب لازم ننتبه الى نقاط اساسيه، طريقه تغذيتنا، نزيد كميه شرب المي اكثر، نزيد الفيتامينات اللي ناخذها، الكريمات اللي نستخدمها لازم تكون كريمات قويه وبها نسبه زيوت عاليه. ايضا لازم ننتبه لنقطه ثانيه، ممكن ما احنا نعرف انه استخدامنا للغسول يكون الغسول صوابين خاصه بالبشره الجافه اللي هي بها نسبه كريم كلش عاليه. ايضا ننتبه انه لازم تكون بها نسبه كولاجين جليسرين يدخل بها عالي حتى ترجع لنا الترطيب ويرجع لنا الكولاجين اللي موجود بالبشره حتى نخلص من المشاكل، لان دائما البشره الجافه تظهر بها مثل ما احنا نقول القشور البيضاء على البشره يسبب لنا احراجات، ممكن يكون الجفاف الدائم لها يسبب لنا ايضا الارهاق التعب، وحتى العمر اللي يبين مثل ما احنا نعرف بين العمر اكبر وحتى التجاعيد تظهر عليها اسرع. لو خلصنا من هذا الجفاف وقدرنا نرطبها بالشكل الصحيح، وخصوصا احنا عندنا جو حار حاليا بالصيف، راح نشوف انه بشرتنا رجعت طبيعيه. وننتبه انه دائما تستخدمين واقي بنسبه كريمات عاليه حتى تحافظين على بشرتك من اي جفاف. شكرا لاتصالك. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص المسامات المفتوحه. طبعا هذه مشكله تعاني منها كل السيدات وحتى بعض الشباب، لانه ممكن نكون نظلم بشرتنا بهذا المنظر الغير جميل، لكن اكو نقاط بسيطه ممكن احنا نقدر نسويها حتى نخلص من هذه المسامات. ويانا اتصال من نور من الانبار. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي بشرتي يعني مفتوحة مسامات بيضاء، بس قالوا لي الكريم كولاجين يعني مفيد لها لو يعني مضار. عندك مسامات مفتوحة ببشرتك؟ اي يعني لا استخدم غسول يومي، بس يعني مدى يعني بس التونيك يعني مفيد لي، يعني شو استخدمه قبل طبعًا المكياج او بعد المكياج؟ طبعا التونيك مفيد جدا لبشرتك خصوصا المسامات مفتوحه. طبعا قبل المكياج تخلين التونيك لاسباب، لانه حتى يقبض المسامات بالشكل الصحيح، حتى ما تجين تخلين الكريم اساس او الباودر ما يملي المسامات ويترك هذه تترك اوساخ. فرضا انت ما قدرتي تنظفيها بالشكل الصحيح، او مثلا طولتي بالمكياج لفترات اطول حتى لا يترك منظر كانه حفر اكو بالوجه، او ممكن تكون تتراكم يعني الاوساخ بالبشره تسبب لك حبوب وغيرها. فلازم قبل الميك اب تستخدمي حتى يفيد بشرتك ويقبض المسامات بالشكل الصحيح. عندك اي سؤال او استفسار ثاني؟ شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من ام حسن من بغداد. الو، قطع الاتصال ويا ام حسن، ان شاء الله تعاود الاتصال بينا. نرجع نكمل موضوعنا بخصوص المسامات المفتوحه. طبعا النقطه الاساسيه اللي احنا لازم نستخدمها قبل وضع الميك اب وخصوصا بالصيف اللي هو التونيك اللي هو قابض المسامات، اللي يكون موجود بالاسواق لكن بمختلف انواعه بمختلف درجاته. ممكن تكون بشرتنا الدهون بها اقل لكن المسامات مضايقتنا اكثر فممكن نستخدمه. ايضا مثل ما شفنا بالتقرير بطريقه التنظيف الصحيحه بعد ما استخدمنا البخار ونظفنا بشرتنا من كل الميك اب الموجود او من كل الدهون اللي متراكمه عليه، نظفناه بالشكل الصحيح، ازلنا الدهون بالشكل الصحيح على ايد أخصائية بهذا الموضوع، رجعنا بعدها قبضنا المسامات بالماسكات وبعدها قبضناها بالليزر حتى ننطي الشكل الصحيح أو الرسمة الصحيحة للوجه، حتى المسامات تتعود أنه ترجع تنقبض بعد ما نظفناها بالشكل الواضح الصريح. أيضا نرجع نكمل موضوعنا أنه ممكن نستخدم المي البارد إجباري بعد ما نغسل وجهنا يوميا حتى دائما ترجع المسامات إلى شكلها الصحيح، حتى من نقعد الصبح وننظف بشرتنا بالغسول اللي هو خاص بالبشرة الدهنية نستخدم المي البارد حتى المسامات يعني تساعدها على أنه ترجع تقبض بالشكل الصحيح. ما ننسى المرطبات اللي نستخدمها اللي هي خاصة بالبشرة الدهنية، وهذا ما يمنع أن احنا نستخدم مرطبات لكن تكون الأساس إلها مو كريمي، نكون مثل ما احنا نقول ما أكثر فحتى يفيد بشرتنا. ما ننسى أنه احنا أكو نقاط أساسية نلتزم بها، راح نشوف أنه هذه المشكلة تخلص، المسامات تنتهي، وحتى الحبوب الآثار وغيرها ما تظهر ببشرتنا بشكل واضح. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا ويانا بهذا الموضوع، إن شاء الله تكونوا استفادتوا ويانا. ألتقيكم مواعيد ثانية، مع السلامة. جديد مستمر وياكم مشاهدينا الأحبة. الآن حنكون مع أحد تقاريرنا لهذا اليوم، تحديدا حنتوجه للبرازيل حتى نتعرف على ريو دي جانيريو، فلنتابع.
ريو دي جانيرو ثاني أكبر مدن البرازيل بعد ساو باولو وثالث أكبر حواضر أمريكا الجنوبية بعد ساو باولو وبيونس آيروس. تأسست في 1/1/1565 تعتبر من أجمل مدن العالم من قبل الكثيرين. تبلغ مساحة المدينة نحو 1.260 كيلومتر مربع. بلغ عدد سكان منطقة ريو دي جانيرو الكبرى في عام 2007 نحو أكثر من 13 مليون نسمة. ويأتي تسمية ريو دي جانيرو بهذا الاسم حيث وصلت الأساطيل الإسبانية إليها في شهر جانيوري. شهدت بلدة ريو دي جانيرو اتساعا كبيرا في السياحة في السنوات الماضية حيث شهد الاقتصاد السياحي في البرازيل نهضة كبيرة جدا بسبب معالم ريو دي جانيرو الرائعة، وقد اختارتها اللجنة الأولمبية لاستضافة أولمبياد عام 2016. ويشتهي الشاطئ كوباكابانا بفنادقه الضخمة وأرصفته المزخرفة المرصوفة بالحجارة الملونة. ريو دي جانيرو مدينة مزدحمة بالسكان، ولكن على الرغم من الازدحام فإن العديد من سكان المدينة يعتبرون ريو أفضل مكان للعيش في البرازيل. ويستمتع السكان على وجه الخصوص بشواطئ ريو المشمسة وملاهيها الليلية ومهرجاناتها النابضة بالحيوية، وتطل مئات من عمائر الشقق السكنية على العديد من الشواطئ في المنطقة. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد. احنا الان على موعد مع الموسيقى والنغم الجميل مع عازف القانون المبدع عبد المنعم احمد، لكن بعد الفاصل.
جميل. عبد المنعم احمد عازف القانون المبدع نورنا وصباح الخير. صباح الخير حبيبي، نور بيكم وشكرا لاستضافتكم هذه، وان شاء الله يا ربي نكون نتوفق بهاي الاستضافه. شكرا إن شاء الله. حبيبي بدايه خلينا نبدا من الماجستير، يعني نعم. اعرف انه انت الان في دراسه الماجستير وطبعا صعوبات الدراسه الان مع انشغالاتك الاخرى، نعم. يعني كيف توفق بين الجانبين؟ وين وصلت بالماجستير؟ الحمد لله، يعني يعني اجتازيت شوط كبير. المرحله الاولى اللي هي مرحله الدراسه والامتحانات التحضيريه طبعا، الحمد لله والله وفقني بالمرحله هذه. والان ان شاء الله انا بطور البحث، ويا رب ان شاء الله يعني اتوفق. وله يعني المساله مساله وقت وتعب وكتاب، وتعرف انت يعني الموضوع يسالون، يعني واحد يسال ممكن انا اقول ويا الحفلات والمهرجانات وغيرها انشغالات وياها دراسه ماجستيرك صعوبه بتحكي. والله صعوبه يعني جمع يعني جدا يعني، ويعني اغلب الاحيان انا اكو يعني عمل مدى اقدر يعني اتواصل به او دات اروح له او اسافر بسبب الماجستير وبسبب العمل يعني الشغل المطلوب من عندي. مستقبلي كموسيقي اكاديمي هو اهم، يعني هو بالدرجه الاولى عندي اهم. الحفلات طبعا تروح وتجي، ويعني يعني هو هذا اللي اريده انا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله اتوفق. يعني بالحقيقه هي الرساله اللي انا اريد يعني اوصلها، انه الموسيقي لازم يكون قدر الامكان يعني اكاديمي، ويحس بمسؤوليه يعني على عاتقه يعني كموسيقي، خاصه الموسيقي العراقي. فيا رب ان شاء الله اتوفق بهذا الموضوع. هو شنو موضوع الرساله، رساله الماجستير؟ حقيقه يعني الحمد لله يعني اقروا لي العنوان المجلس الكليه الموجود الموقر، ويعني الحمد لله كان العنوان اللي الرساله اللي انا رايدها، انا بدي اسوي منهج لعازفي آلة القانون، منهج اكاديمي. احنا نفتقر بالعراق المنهج اكاديمي او حديث، منهج حديث يعني يتواكب مع طريقه العزف الموجوده هسه بالعالم، والتفوق اللي وصل به الموسيقيين او التطور اللي وصل به الموسيقيين، خاصه يعني الموسيقيين بشكل عام، يعني مو عازفي آلة القانون. يعني ارتئيت انه اسوي منهج خاص لعازفي آلة القانون، يعني يتواكب مع الضروره الموجوده لعازفي آلة القانون بالعراق. يعني طبعا يعني ان يكون لعازف قانون انشغالات وايضا ناجح في مجال العمل، ان يرجع مره اخرى للأكاديمية ويحاول أنه يستمر بهذا الجانب، هذا قليل موجود اليوم تشوفه؟ والله هو كمحاولات يعني أكو يعني ناس قبل حاولوا، يعني محاولات جيدة، وإحنا طبعا ماكو شيء يجي من الفراغ. يعني أنا يعني حضرتك قلت لك يعني أنا مرتكز على كم مكان أو كم عازف موجودين اللي هم كانوا قبلي، وكانت محاولاتهم محاولات هي أساسية طبعا. يعني أنا يعني ما راح اسوي اساس من لا شيء، لا بالعكس. يعني عندك تحاول انه تكمل وظيفه، اكمل وظيف اللي سووه الاساتذه اللي قبلي اللي هم سالم حسين طبعا اللي هو شيخ عازفين قانون بالعراق طبعا، استاذ سهاد نجم، الاستاذ حسن فالح، الاستاذ حسن الشكرتشي، هؤلاء هم اسماء. يعني احنا نرتكز على الشيء اللي قدموه بهذه لهذه الاله. نعم، فأني ما أجي من يعني من فراغ وأجي أشتغل من لا شيء، لا قلت لك يعني هم طبعا محاولاتهم هي كانت أساسية، والحمد لله احنا راح نستنبط من هذه المحاولات وناخذ منها ناخذ كل شيء منها، ويعني وطبعا هم نصائحهم، ويعني نضيف لها أشياء قلت لك ما يخص الأشياء الحديثة والمتطورة للعزف، واللي حتى العازف او الطالب اللي يجي يشتغل على هذه الآلة تكون عنده اكو بعض المقاومات متسهلت له. يعني احنا نذلل الصعوبات الموجوده لهذا الآلة حتى يقدر يعزف بشكل ان شاء الله صحيح. وان شاء الله ايضا انه تكمل مشوارك الاكاديمي ان شاء الله، يتكلل ان تاخذ شهاده الماجستير بتفوق، وننتظرك ان شاء الله تقدم للدكتوره بعد ان ترتاح طبعا الله كريم. تكلمنا لكن وانت موجود دائما احنا طمعنا نسمع منك اكثر، والشباب الكنترول يقول لا تنسى انه احنا نريد نسمع شيء تركي. تركي صح. بالضبط. هو طبعا طلبات استاذ محمد اكيد.
بمناسبة الحديث عن الموسيقى التركية، يعني الموسيقى التركية الفارسية العربية الأخرى، أنواع الموسيقى العربية الأخرى، إيش قد ممكن تأثر على الموسيقى العراقية اليوم، بحيث نشوف أكو تأثر لبعض الموسيقيين بأنواع مختلفة بالموسيقى ويحاول أنه يمزجها ويظهرها مع الموسيقى العراقية؟ طبعا هو الموسيقى التركية والفارسية تأثيرها يعني مو جديد بالنسبة للموسيقى العراقية، لأن يعني تدري أنت إحنا يعني واقعين بين حدودين، يعني بين تركيا وبين يعني إيران، فلابد أنه يكون أكو تأثيرات. نعم، أحيانا المناطق تختلف، من جنوب إلى شمال العراق تختلف. طبعا يعني أنت عندك هسه يعني خاصة يعني هسه تركيا، يعني أنا أجيك على تركيا، جنوب تركيا يختلف عن الوسط وعن شمالهم. إيران الأهواز عندهم، يعني إحنا متأثرين عندنا الجنوب بالأهواز، عندهم أكو طارس مهوازي، يعني الحجاز مات، يعني كل شيء يختلف عن الحجاز اللي إحنا نستخدمه. زين، هو هذا التأثير قلت لك مو جديد. يعني إحنا إذا تلاحظ أكو عندنا بالمقام العراقي قبل، يعني إذا سامع أنت مثلا أكو جمل تحسها فارسية وجمل تركية. زين، موسيقى يعني حتى مو موسيقى يعني تركية، ناخذ ماخذين أذربيجانية مثلا، يعني أكو هذا طبيعي تأثر بالأنواع. ولازم هو يشوف، وبالتالي أكو الآخرين أيضا متأثرين بالموسيقى طبعا العراقية. هو أنت إذا يصير عندك موسيقى يعني بور، أو الموسيقى اللي بيور العفو، أو الموسيقى الخالصة اللي هي تلقاها من بلد معين، تروح على مكان الموسيقى الريفية. أنت بتروح على الموسيقى الريفية، هي الموسيقى الحقيقية لهذا البلد بأي مكان. يعني ما أقصدك على، يعني لازم يكون العازف العراقي اليوم أي على أي آلة، لازم يجيد العزف الأطوار المختلفة، المقامات كلها. طبعا يعني أنت عندك الريفي، لا المقام يختلف عن الريفي حضرتك، يعني لا أنا أقصد المقامات، أو لازم يكون هو متمكن من أدوات العزف طبعا، وبعدها طبعا لا هو القصد القصد من كلامي أنه أنت الريفي هو الأساس لمعرفة موسيقى هذا البلد. يعني احنا عندنا الريف مو بس الريف الجنوب، طبعا احنا عندنا الريف البادي، يعني هو هذا البادي الغربي، عندك الريف مال الشمال اللي هو اللي يعني تعرف الموسيقى الكرديه. يعني شنو رايك هذا اللي نتكلم عليها، سوينا خلطه بسيطه بكل انواع الموسيقى، خلطه ما جاء خلطه وياك خلطه دون بسيطه مع صعوبه التنقل بين ماكو اي صعوبه مختلفه، لكن نتمنى انه نسمع شيء مختلف. هو ابن الشمال انزل الجنوب.
يعني حسيت فعلا خلتنا انه ناخذ جوله بعراقنا الغالي اللي هذا الانواع المختلفه من الموسيقى اللي خلتنا انه انا متاكد كل من قاعد الان يتابعنا حس انه تنقل من منطقه الى اخرى مع الموسيقى هذه اللي تخص كل منطقه وهذا دليل ثراء يعني كبير على الموسيقى في العراق. هذا ايضا يحتاج من كل عازف ان يشعر به وهو يعني يريد يتعلم الطريق الصحيح بالموسيقى. هو العازف العراقي دائما يقول لك العازف العراقي يعني مطلوب، يعني شنو مطلوب؟ يعني مرغوب فيه، لان العازف يعني العراقي يعني انت مثل ما حضرتك شفت يعني انا اختصرت هواي اشياء طبعا. اكو بعد يعني عندك الريفي ما عزفته، يعني الريفي طبعا انواع، الناصريه غير عن الديوانيه، الديوانيه غير عن الفرات الاوسط. عندنا جوله واحد فقط بالجنوب. بالجنوب الجنوب فشي يعني يعني غزاره بالالحان وهاي الاشياء الموجوده عندهم. فهو الموسيقى العراقي مرغوب فيه يعني بالخارج وهنا طبعا اكيد لكثرة التنوع العدة وكثرة الإبداعات اللي يقدر يطلعها بالآلة. يعني أيضا بما أنه تكلمت عن العازفين خلينا نتكلم شوية عن الصولوات اللي بالاستوديو. يعني أكو فرق بين العازف اللي يعزف بالاستوديو عن العازف اللي يعزف باللايف؟ لهذا يكون أكو نشوف أسماء محددة دائما مطلوبة للعزف في الاستوديو. طبعا هو الاستوديو طبعا العزف بالاستوديو أو عزف الصولو او سحب يعني من الموسيقى يدخل الصاله بالاستوديو. طبعا الاستوديو مو كل عازف يقدر يعزف به. الاستوديو له اجواء او طقوسه الخاصه ولا وضعيته الخاصه. يعني انت يعني انا ابسط شيء يعني اكو في بعض الاحيان العزف بالاستوديو يعني يختلف عندي طبعا يعني بنسبه كبيره مثل ما اعزف بالستيج. يعني الاستوديو يتطلب لازم يكون عندك نوع من الدقه وعندك نوع من انه العزف بوتيره واحده وما يكون لا عالي ولا ناصي، وانت يعني الميزان التيمبو عندك الميزان الموسيقي يكون لازم يعني مضبوط مليون بالمئه لانه ما يقبل غلط. مو مثل المسرح، المسرح ممكن تعبر جمله تعبر لك مع شنو عادي، يعني هو مسرح ماكو مشكله تتصرف، والتصرف اذا كان بيه شويه زله ما محسوب عليك. مو مثل الاستوديو، الاستوديو ما يقبل غلط. فهو طبعا الاستوديو والعزف بالاستوديو يعني هو احنا ما اقول صعب، الحمد لله انا يعني اللي باء طويل بهذا الموضوع، بس هو له وضعه الخاص وله متطلباته الخاصه وله موسيقيه خاصين. نعم طبعا احنا سعداء جدا انك كنت ويانا اليوم استاذ منعم، ونتمنى لك الموفقيه في دراستك وايضا في مشاركاتك المقبله. شكرا لك واتمنى لك نهار سعيد. شكرا. اذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين لكن بعد الفاصل. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد. معنا الآن تقرير عن المطرب اللبناني نادر الأتات، خلينا نتابع. الأغنية اسمها بعنوان نادر باسمي أنا، اسمها مصطفى وفيها شوي هيك بالموال اذا بدك شوي شيء عراقي، يعني كمان بينبسطوا فيها اكيد اهلنا بالعراق، فان شاء الله يا رب تكون حلوه. كلمات مرسال مدور وحسام خوري، الشعار وتوزيع مارك عبد النور، والحان فارس الغناء العربي عاصي حلاني. ان شاء الله يا رب تكون تلاقي حسن ظن وتضرب ان شاء الله يا رب. رح تصورها كليب؟ الله راد اكيد كليب حيكون بعد ما قررت مع مين، بس قريبا حيكون كليب لانه صار لي زمان غايب عن التي في عن الكليبات، ما صورت بوستيابك بس هلا في تصوير ان الله راد وان شاء الله. اقعد من دونا ولا بسكن الا بعيونا نادر بعمري مبخونا نادر انا والله نادر نادر رح ابقى خيال نادر ما بعشق. لا شك نحن مقبلين على الصيف حافل من الله راد، إن شاء الله ما بيشوبوا أي مشاكل يعني، وبيكون صيف حافل جدا من نشاطات الحفلات الفنية. شو عندك حفلات مؤكدة سواء في لبنان أو في العالم العربي؟ حفلات بالعالم العربي إن شاء الله في أعراس كتير الحمد لله، وبلبنان
حفلات بعد ما تنسق شيء، بس قريبا الله راد حيكون في حفله بالاطلال بلازا، وفي حفلات بكذا محل بالبارك اوتيل بشتوره، بس تواريخ بعد ما تقررت يعني ان شاء الله. بالعالم العربي؟ العالم العربي حيكون بدبي الله راد قريبا، وباربيل ان شاء الله يا رب. هلا في طلعه على اربيل. عندك كثير محبين بدوره العراق، وخاصه نحن عبر الرشيد جيمكين، فاكيد جمهورك باربيل ايضا مشتاق. الحمد لله بوس ثيابك بالاخص حبوها كثير بالعراق، وبيجوا على طول بعد ما طلعت ولا مره، بس ان شاء الله يا رب لازم اطلع هلا قريبا، لازم اطلع لانه بنغني اللون العراقي كانه لوننا نحن، بنحبه كثير، وبدي احيي الشعب العراقي وحيي الشعب العربي كله، وان شاء الله يا رب ضل هيك ما بقى بنشوف مشاكل، ولحتى ننبسط، لحتى لانه نقدم رساله فنيه، نكون عم نغني ويكون العالم مرتاحه لتسمعنا، واللي عم بيصير بدولنا العربيه حرام يصير، ان شاء الله يا رب خير. بالحب بسوسح قلبه ما بشبع والله من حبه محنك. بدي اقول للشعب العراقي بدي احييه، اكيد شعب اخ واخواتنا يعني واهلنا. والرسالة شو بدول يعني، بدول انه الله يصفي النوايا ونكون كلنا ايد واحدة، العرب لازم يصاروا يصيروا ايد واحدة، لانه عم نشوف قديش عم كان بسوريا ولا بالعراق ولا بمصر ولا بهيدا، يعني عم نعيش حالة عم تأثر على كل هيدا. نحن عم نضل نقدر، اذا بدنا نقدر نضل انتاجات لازم تكون اكثر من هيك، والفرح لازم يكون اكثر من هيك، والله يصفي النوايا ويعمل ويتعمل محبة اهم شيء بالروح من جوا. تابعوا كل اخباري على قناه الرشيد نادر الاتات. مشاهدينا الكرام، بعد ما تابعنا هذا التقرير الان راح نبقى مع الفقره اللي دائما تحبون تتابعوها مع عالم الفلك والابراج زودياك مع جنان. سرمد منور الاستوديو، اهلا وسهلا بكم في فقره زودياك. اكيد القمر ما زال موجودا في برج الاسد، واكيد يؤثر على العشريه الثالثه. طبعا الفتره هي جيده الى جميع المواليد ذات الطبيعه الناريه، أي مواليد برج الحمل وكذلك الأسد وكذلك برج القوس، وهناك أيضا يعني فترة جيدة لمواليد برج الجوزاء وكذلك لمواليد برج الحوت والجدي. طبعا هذه كلها إن شاء الله راح نعرفها بدأ، لكن راح يبدي القمر يمشي في مسيرته ويكون شلون نقول التأثير يبدأ على العشرية الثالثة من كل الأبراج. الأبراج الغير مستفيدة لحد الآن من هذا التواجد هم مجموعة الثور النجمية والعقرب والدلو وكذلك العذراء. فخلي نجي نشوف الأبراج ونستقرأ الاستنتاجات اللي ممكن انه يأثرها القمر على مواليد الأبراج ككل. لمواليد برج الحمل، وين الحمل يا به؟ لمواليد برج الحمل نقول انه ان شاء الله الفترة حلوة وإيجابية من النواحي الكثيرة، حاول انه تستثمرها بالشكل الأمثل اجتماعيا عاطفيا نفسيا وكذلك مهنيا. لمواليد برج الثور نقول كن أكثر صبرا يا عزيزي، وخصوصا العشرية الثانية اللي هي القمر، حاولوا قد الإمكان أنه تعدون هاليومين، ابتعد عن الانفعال، ابتعد عن الاستفزاز بأي شكل من الأشكال. إن شاء الله راح ينتقل بكرة يوم 14 القمر إلى برج العذراء، فتكون وضعيتك جدا أفضل، فلا غروا من الصبر في هذه الساعات البقية، وإن شاء الله ينتهي اليوم الأقل حظا. لمواليد برج الجوزاء نقول القمر موجود في برج الأسد، هذا يدعمك عزيزي بأن تكون أكثر ناجح اجتماعيا، نفسيتك شوية اليوم منفتحة،
أكثر من بقية الأيام. إن شاء الله راح تكون فترة يدعم بها الأصدقاء والأصدقاء يتدخلون، تتعرف على وجوه جديدة، يعني أكو فرفشة بالموضوع. لمواليد برج السرطان نقول الفترة بالنسبة لك مالية يا عزيزي، إضافة إلى هذا أنك ستحصد الإطراءات ومحبة الآخرين، هناك مصاريف طارئة قد تحتاج إلى أن تصرفها، لكن مقابلها إن شاء الله أكو أرباح مالية ومعنوية. لمواليد برج الأسد نقول القمر موجود في برجك وأنت مستفيد إن شاء الله من وجود القمر، وإذان ببداية أسبوع جيد بالنسبة لك إن شاء الله، لأنه القمر من يكون في برج العذراء فالعقرب فالميزان يكون ناجح بالنسبة لك. استثمر هذا الأسبوع عزيزي بأفضل ما عندك. لمواليد برج العذراء نقول انتظر عزيزي ساعات إن شاء الله ويدخل القمر خلو مسار ويبدأ بالتأثير الإيجابي عليك، وهو أيضا سيقول لك بأنك ستبدأ أسبوع جيد من بكرة إن شاء الله. إذا شعرت بتراجع نفسي أو معنوي حاول أنه هاليوم ما تحسم أي شيء، تبقى على العمل الروتيني المطلوب، وإن شاء الله بكرة يكون كلام ثاني لمواليد برج العذراء بالأفضل، يعني بالأفضل. لمواليد برج الميزان نقول الفترة هي بالنسبة لك جيدة وإيجابية، إذا كنت ستعمل على تقديم معاملة أو فرد شيء أو أي شيء يخص مصلحتك إن شاء الله راح يكون إيجابي ومثمر. استغل الفرصة قبل أن يدخل القمر إلى برج العذراء. لمواليد برج العقرب نقول كن أكثر صبرا نتيجة الضغوطات اللي ممكن أنه دا تقابلها، القمر موجود في برج الأسد ويقول لك أنه ممكن أنه ضغوطات وتشنجات مهنية أو شلون نقول التشنجات على الصعيد الشخصي مع الشريك، أو قد تعاني من وعكة صحية بسيطة إن شاء الله تنتهي مع دخول القمر إلى برج العذراء بكرة إن شاء الله. لمواليد برج القوس نقول الفترة بالنسبة لك حلوة، وجود القمر وتشكيل زاوية إيجابية مع كوكب أورانوس راح يكون بصالحك عزيزي، حاول أنه تستثمرها، الفترة حلوة عاطفياً، وكذلك إذا كنت متوجه إلى موضوع سفر أو تريد تقطع تذاكر سفر أو مسافر فراح تكون بالنسبة لك الرحلة موفقة عزيزي الطالب. استثمر هذه الفترة لأجل أنه تدرس بيها، لأنه إمكانية استيعاب المعلومات أوكي بالنسبة لك. لمواليد برج الجدي نقول عزيزي أنت ابحث عن العملية في حياتك، صح الإنسان يحتاج عواطف لكن هذه الفترة من عندك تتطلب العملية وبذل الجهود لسبيل جني الأموال، لأنه الفترة بالنسبة لك مالية لا تضيعها. لمواليد برج الدلو نقول الفترة بالنسبة لك القمر موجود في البيت المواجه، قد تشكو من اضطراب في مشاعرك، شيء من الغضب، شيء من عدم الرضا بالموجود كله، ممكن الغيرة تتصاعد من الشريك، كن أكثر صبرا مع شريك العمل وشريك العاطفة. سوف ينتقل القمر بكرة إن شاء الله إلى برج العذراء فيكون الوضع إن شاء الله أفضل. لمواليد برج الحوت نقول الفترة تحتاج من عندك عزيزي إنه شوية تنتبه لموضوع الصحة، والصحة يعتمد أولا على طبيعة الغذاء، ثانيا الأعصاب، ثالثاً التفكير وأخذ كمية من النوم المريح الكافي لأجل أنه أرتاح وأبدأ بتجدد إن شاء الله. هذا ما يقوله الفلك ونصائح الفلك لمواليد الأبراج كلها والله أعلم. طبعاً عندي هلا بأم عبد الله. هلا بأم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، كل الهلا بيك، تفضلي أم عبد الله. سامح حبيبتي. أشكرك يا عيني، يا هلا بهالصوت الحلو. حبيبتي
حبيبتي تسلمين، بس أريد أعرف برجي 31/3/85. نعم حاضر حبيبتي، بس البرج تدللين أم عبد الله. شكرا، ومعي الأخ رائد من الديوانية اللي هاليوم يمكن أريد أجاوبه. إذا كنت أنت رائد من الديوانية أو رائد من بغداد البارحة اتصل بينا. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. ورحمة الله. طبعا مهيئة لك الخارطة الفلكية. هلا بيك عيني، هلا برائد، هلا ابني العزيز، هيئت لك الخارطة الفلكية. ويوم 13/6/24 مساء اكو زواج بين السرطان والجوزاء. السرطان والجوزاء يعني شنو تسأل؟ هو 13/6، انت البارحة انطيتني 13/6/6 مساء وقلنا انه 14/7، يعني بين 13/6 و 14/7 التوافق. اي بين ذول التوافق. اوكي رائد راح اجاوبك. توافق وكذلك الخارطة الفلكية. انتظرني ابني على التلفزيون أجاوبك. شكرا. منو؟ أم نبأ. أوه هلا بيها أم نبأ من كربلاء. ألو حبيبتي تفضلي أم نبأ. هلا بيك. تفضلي أم نبأ. كل الهلا حبيبتي، يا هلا ومرحبا، تفضلي عيني. والله مشتاقة لك هواي يا قلبي. أنت أشكرك عيني، الله يخليك. كل الهلا بيك. أم نبأ لها من كربلاء. كل الهلا كل الهلا كل الهلا كل الهلا لما. أنا والدتي جاية من ساعة 9 لحد 10 صباحا، وهي هي تاريخ 21/5. شنو البرج يعني؟ البرج الصاعد. شلون صارت؟ والدتي وايد تسلم عليك هواي. الله يسلمها، الله يحفظها ان شاء الله، الله يحفظها ويشافيها. وأنا قبل فترة قلت جاية من ساعة 8 لحد 9، جبت لي برج طالع القوس، عايزة أعرف شو يعني برج حاليا القوس ولا برج الأسد؟ ها عاطفية خابو صاير عندك برج العقرب من عاطفية. منو 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 انت هسه قلتي لي اني قوس؟ العقرب عاطفية. حاضر حبيبتي، حاضر. سلمينا على امك هواية يوم. وام معي وفاء من بغداد، تفضلي. صباح الخير. صباح الورد وفاء. شلونك؟ كل الهلا حبيبتي، انت شلونك؟ اليوم منوره حبيبتي، حلوه طالعه اليوم. تسلمين عيني، عيونك الحلوه، تسلمين. الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله يا ربي. يحفظك انت قبلي. الله يخليك. الجنان ذاك يوم ما سمعت صفه الكهرباء. اي عيني. يعني هي يعني على العاطفه وعلى الحال، يعني صايره اموري متخربطه هاي صار فتره. ها يعني انت ام الدلو والعذراء. ها اي عرفت. ما طفت الكهرباء ما يعني ما سمعت. حاضر حبيبتي، بطن عيني يا قلبي، انت تدللين يوم، تدللين تدللين. بعدك آلاء الساعة 12 اللي معود. آلاء من بغداد، تفضلي ست آلاء. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم اهلا بيك. كل الهلا حبيبتي، انت شلونك؟ ممكن اشترك البرنامج؟ كل الهلا على راسي، تفضلي. يعني انا مواليد 85/88. اي عيني. اريد اعرف برجي من ناحيه الحظ والزواج والسفر والشغل بس اكبر شغله يعني انا صراحه في البيت يقولوا لي جاي لو 21/7 او 23/7 ما اعرف بالضبط، لان بعدي برج السرطان. لو 21/7 لو 23/7 انا مواصفاتي برج السرطان بس هم مقدمين بالجنسيه يعني 5/8. اي بعيني يا حبيبي. اختي همينة 19/5. هذه مضبوطه لو هاي مضبوطه 19 مضبوطه 19/5/86 من ناحيه السفر والشغل والزواج. السفر والزواج. إيه حبيبتي يوم.
حاضر عيني بطن عيني آلاء. أوكي أبدأ أجاوب. يعني الأخت أم عبد الله من بغداد تقول أني 31/3 أريد أعرف البرج. حبيبتي أنتي العشرية الأولى من برج الحمل الناري، وإن شاء الله هذه الفترة بالنسبة إلي الجيدة، عندك نجاح مالي إضافة إلى نجاح اجتماعي، وعينما يتوافق هذين العنصرين للشخص أو الفرد أتصور يصل إلى مراحل من النجاح. عليك المثابرة حبيبتي، بس نتمنى أنه شوية تحافظين على الصحة. عفوا الأخ رائد، طبعا هي قلت لك الخارطة الفلكية. العفو. أعتذر. الشمس في برج السرطان، عطارد في برج العذراء، الزهرة بالعقرب، عفوا المريخ بالجدي، المشتري بالسرطان، أورانوس بالميزان، نبتون بالجدي، وبلوتو بالقوس. أعتذر. طبعا بالنسبة للتوافق بين برج الجوزاء والبرج اللي انت طلبته السرطان، طبعا اكيد 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 شوية نوعية التوافق تكون بيها شيء من التعب. واحد من عندكم يكون له فائدة للآخر، لكن الثاني يكون له يعني مفائدة للآخر. حاول يا ابني انه قد الامكان تحافظ على الوثاق اللي موجود بيناتكم، وان شاء الله يكون جيد في التعامل هذه الفترة بالنسبة لكم كجوزاء وكسرطان، ان شاء الله راح تكون اوكي. بالنسبة الى الاخت لما 9، شكرا 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 يا الأخ. الأخت لما تقول جاية ساعة بالتسعة الصبح، من التسعة للعشرة، أنا مواليد 21/5، نشوف البرج الصاعد. البرج الصاعد بالنسبة إليك حبيبتي هو القوس. البرج الصاعد هو القوس. قلتي لي يعني حضرتك والوالدة اثنيناتكم البرج الصاعد بالنسبة لكم القوس. نجي الآن نعني حضرتك مواليد برج الأسد، بالنسبة لي البرج الصاعد هو الساعة الولادة، الساعة اللي تحكم الولادة عندك اليوم أو التاريخ هو هذا البرج اللي يحكم المجموعة النجمية أو الشهر أو المنطقة اللي تكون موجودة بها الشمس وأنت تنتمين إلها. هذا الشيء البرج الصاعد يخص ساعة الولادة. أوكي، فهذول الاثنين يسمى البرج العادي التكويني والبرج الصاعد هو مزيج للشخصية اللي تخص ساعة الولادة وتخص البرج التكويني، اثنينهم مع بعض يأسسون أو يكونون شيء يسمى شخصية ذاك الإنسان. هذا فلكيا. أنت بالنسبة لك أسد على قوس، شخصية نارية كريمة متفائلة حبوبة لطيفة، تحبين الآخرين لكن بنفس الوقت عندك شيء من العصبية والعناد. عفوا مواليد برج العقرب عاطفيا، طبعا اكيد مواليد برج العقرب عاطفيا هذه الفتره ما عندهم اشكال، كان عندهم مشاكل في امور العاطفيه اثناء ما كانت الكواكب موجوده في برج الثور، لكن هسه الامور ان شاء الله اوكي.
كل ما تدخل الكواكب إلى برج السرطان راح يستقر وضع مولود برج العقرب عاطفيا. حاولوا قد الإمكان. هسه عندنا الزهرة والسرطان الزهرة وعطارد موجودة في برج السرطان، هذا راح يدفع المجموعة النجمية للعقرب عاطفيا، فإن شاء الله يكون الوضع بالنسبة لكم أوكي. الأخت وفاء من بغداد تقول الدلو والعذراء أكو بيناتنا هسه حاليا مشاكل أو إشكالات أو الأمور شوية بيها شيء من الخربطة. أكيد مع وجود الكواكب الشمس مع المريخ في برج الجوزاء دي قابلها كوكب نبتون في برج الحوت راح يأثر شيئا ما على مولود برج العذراء، أن يجعله شوية متردد متخوف ما يتخذ قرار، شوية يعاني من وعكات صحية تعامله مع الآخرين لأنه نفسيته شوية دا تكون مو بالمود، فدي يخلي تنعكس على تصرفاته. حاولي قد الإمكان حبيبتي أنه تكونين شوية أكثر صبر، الفترة بلشت تنتهي، راح نبدي ندخل إلى مواليد برج السرطان تنتقل الشمس، فهذا يخف الوهج إن شاء الله ويكون كله أوكي. الفترة تحتاج منك رعاية. نصيحتي ارعي مواليد برج الدلو في هذه الفترة لأنه مملوء بالمحبة حتى يحاول أنه ينطيك الرعاية المطلوبة، وإلا ماكو مشكلة، ترى هي مسألة وقت. عندنا الأخت آلاء تقول أني 5/8 لو 21/7 لو 23/7 21/7 أو 23/7 عندنا تدخل أولاً إذا 21/7 فأنت ضمن السرطان، وإذا 23/7 فأنت من ضمن المجموعة العشرية الأولى من مجموعة الأسد النجمية، فأنت بين السرطان وبين الأسد، يعني في كل الحالات أنت تنحسبين فلكياً بين برجين، تأخذين التأثيرات من مجموعة السرطان النجمية وكذلك مجموعة الأسد النجمية. لو نأتي أو نلقي أو حضرتش عندك فكرة تلقين النظر تلاحظين أنه برج السرطان صغير جداً مقارنة ببرج الأسد، فالتأثيرات تنطي على الأسد أكثر من مجموعة السرطان، وعلى هالأساس تسألين عن ماذا؟ عن السفر والزواج والأمور الشخصية. طبعا لكلا البرجين هناك فترة جيدة للسفر وفترة جيدة جدا للارتباط. إذا كنت تأخذين تأثيرات برج السرطان فهذه الفترة والسنة نهاية السنة والسنة المقبلة مثمرة جدا لمواليد برج السرطان النجمية من ناحية الارتباط وكذلك من ناحية السفر. وضعية الكواكب إن شاء الله يعني بالتتابع راح تبدي تدخل إلى برج السرطان، راح تخلي وضعيتكم إن شاء الله كلش أفضل من كل النواحي، ممكن أن تقدمين على سفر وممكن هناك فترة ارتباط. بالنسبة إلى أختك 19/5 هي من مواليد العشرية الأخيرة من مواليد برج الثور تسأل عن السفر والزواج. مواليد برج الثور مع مواليد برج العقرب راح يكونون هذه السنة والنصف على محك الارتباط. ليش؟ لأنه زحل مقابل برج الثور، زحل وين؟ في برج العقرب، فبيت العقرب هو بيت الزواج والارتباط بالنسبة لمواليد برج الثور. بقاء إلى سنة 2015 يعني لي سنة 2015 أكو فترة ارتباط جدية لمواليد برج الثور. راح تدخل الشمس إلى برج العذراء، هذا ينطينا فترة كلش أوكي للارتباط. راح تدخل الزهرة فترة كلش حلوة إلى برج الجدي، فراح تنطيكم فترة أيضا جيدة للارتباط. دخولها الزهرة في برج العقرب اللي هو بيت الزواج أيضا راح ينطيكم فرصة للارتباط، كذلك فرصة للسفر. أعرف أنه يعني كل ما تقدمون على هالشيء يعني إن شاء الله ناوين على هالشيء، هالشيء رح يجيكم بالتتابع. أتصور ارتباط ومن ثم تقديم على السفر.
طبعا أشكركم وأشكر متابعتكم، أكيد كنت سعيدة بالإجابة على أجوبتكم وعفوا أسئلتكم، أتمنى لكم الموفقية والحظ دائما، حتى ألتقيكم يوم السبت، أتمنى لكم إجازة سعيدة. إذن مشاهدينا إلى هنا تنتهي رحلتنا لهذا اليوم من برنامج يوم جديد، أتمنى أن تكون كانت رحلة موفقة إن شاء الله بمتابعتكم، إن شاء الله تكون إجازة نهاية أسبوع سعيدة نتمنى لكم، ودمتم بألف خير، والختام مع زهراء. شكرا لك سرمد، وشكرا لفريق عمل يوم جديد، في كل ختام تقبلوا تحياتنا، وشكرا لكم وفقنا في تقديم حلقتنا اليوم وحلقات الأسبوع الماضي، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، كونوا في أمان الله.